بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه اللي شفناه النهارده في مباراه الكاميرون وجزر القمر وجزر القمر شيء غير طبيعي. يعني اللي بيحصل في جزر القمر ده الحقيقه انا حتى نفسي عمال اقرا من الصبح الموضوع عشان افهم ايه اللي بيحصل. الاول انتوا حضراتكم دلوقتي تقولوا لي ايه الاول يا عم اسلام، فهمنا ايه اللي بيحصل. طيب اللي حصل الحقيقه ان مثلا في مباراه المنتخب التونسي امبارح امام المنتخب النيجيري، وهبي الخصري وهو واحد من اهم اللاعبين في المنتخب التونسي كان عنده قبل المباراه بيوم واحد العينه بتاعته كانت ايجابيه وبعدين اصبحت سلبيه قبل المباراه بيوم واحد، ولعب المباراه امبارح. النهارده حارس مرمى منتخب جزر القمر، الاثنين حراس مرمى لجزر القمر عندهم الاثنين عندهم كورونا او كان عندهم كورونا الفتره اللي فاتت. النهارده اتعمل على احد الحراس مسحه وبانت ان هي سلبيه، اسمه علي احماده، فبانت ان هي سلبيه خلاص، فالمفروض ان هو يلعب. قال لك لا مش هيلعب، لازم قبلها بخمس ايام تبان المسحه السلبيه نتيجه المسحه. طب اشمعنى وهبي الخصري امبارح؟ طبعا كلنا سعاده ومبسوطين وفرحانين ان المنتخب التونسي كسب طبعا يعني، ولكن انا بتكلم عن حاله. يعني حضراتكم شايفين ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا. منتخب جزر القمر النهارده هو منتخب عربي بالمناسبه، فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه، ان اللي بيحصل دلوقتي وكمان تعليقات المدير الفني لفريق لمنتخب جامبيا قال ايه، كلم كلام قال لك انتوا للمنظمين في دوله او في بطوله الامم الافريقيه بالكاميرون، قال لهم انتوا جايين على الفرق الصغيره وبتدوهم اوض او بتدوهم فنادق اقل كتير جدا من الفرق الكبيره، وجاب فرق او منتخبات بالاسم. طيب هل جزر القمر، هل البطوله دي رايحه في اتجاه الكاميرون؟ الكل بيحاول ان هو ينظم هذه البطوله انها تروح في اتجاه الكاميرون، محدش عارف. ده الكلام اللي بيتقال على فكره في الكل على السوشيال ميديا، احنا بنتكلم، لكن طبعا ده ما بيحصلش في اي حته، الكلام ده ما بيحصلش، ولكن انا بقول لحضراتكم ايه اللي بيدور في هذا الامر، اللي بيدور الكلام اللي بيدور في هذه الامور دلوقتي، انه يقول لك هو هل البطوله دي رايحه للكاميرون بالحظ، يعني ان الحارس مش عايزينه يلعب، او الحارس الاول والثاني جالهم كورونا. تخيل حضرتك ان في اول خمس دقائق طرد لستوبر منتخب جزر القمر كابتن الفريق في اول خمس دقائق. طيب الاغرب والاغرب والاغرب، حارس المرمى النهارده ليس حارس مرمى، حارس مرمى منتخب جزر القمر ليس حارس مرمى، اسمه شاكر الهدهور، شاكر الهدهور هو اسمه كده. تخيل حضرتك ده ان ده الباك الشمال بتاع منتخب جزر القمر، ف بيلعب في فريق اسمه اجاكسيون الفرنسي. طيب شاكر ده النهارده لعب ازاي؟ لانه منتخب جزر القمر جايب ثلاثه حراس مرمى، اثنين منهم عندهم كورونا وواحد منهم كان سلبي الصبح وما رضتش اللجنه المنظمه قالت لا ما ينفعش يلعب، والثالث مصاب. طب هنلعب من غير حارس مرمى؟ قال لك لا، لا شوفوا واحد بقى من عندكم هو اللي يلعب راس حربه النهارده. فجابوا الباك، انا اسف، يلعب حارس مرمى، فجابوا الباك ليفت حطوه راس حربه، وبالمناسبه عمل مباراه جيده طبعا، يعني مفيش حاجه اسمها يعني، لكن عمل مباراه جيده. اللي يتفرج على مباراه جزر القمر النهارده، هو انا ليه بقول الموضوع ده كله؟ لانه النهارده جزر القمر اتغلبت 2-1 وكانت تستطيع، وهي ب 10 لاعبين وحارس مرمى، هي ب 10 لاعبين فعلا وحارس مرمى ليس حارس مرمى، القصه اللي انا حكيتها لحضراتكم، وحارس مرمى ليس حارس مرمى، هو باك ليفت لاعبوه حارس مرمى النهارده. وتخيل حضرتك ان هو منتخب جزر القمر اتغلب 2-1 وكان يستطيع ان يتعادل مع المنتخب الكاميروني، اللي الحقيقه منتخب جزر القمر اهدر العديد من الفرص. تأهلت الكاميرون، ولكن شابوه لمنتخب جزر القمر الحقيقه، حاجه خرج بشرف وخرج باحترام العالم كله. خد بال حضراتكم، العالم كله احترم منتخب، ايوه يا عم العالم، ايوه العالم كله النهارده، لانه كان موضوع غريب جدا مش اول مره يحصل، ولكن موضوع غريب جدا ان انت
ما يبقاش عندك في بطولة مهمة وقرية وكبيرة زي دي الثلاث حراس اللي انت جايبهم يتوقفوا، او اتنين يبقوا عندهم كورونا والثالث يبقى عنده مصاب. فالعالم كله النهارده بيتكلم على منتخب جزر القمر، والكل كان ينتظر ماذا سيفعل جزر القمر النهارده. لا بصراحة يستحقوا كل التحية ويستحقوا الإشادة ويستحقوا التسقيف. وغير ان هم ايضا فازوا على غانا في دور المجموعات، فازوا على غانا فوز تاريخي الحقيقه بثلاث اهداف مقابل هدفين وطلعوا غانا من البطوله لو تفتكروا حضراتكم. وبالتالي اللي احنا بنشوفه النهارده ده بيدينا امل في كل شيء. الاجتهاد والعمل يوصلك حتى لو اتغلبت وخرجت من بطوله افريقيا، ولكن الكل بيسقف لك، العالم كله بيسقف لك وبتكسب احترام الناس. تخيل حضرتك بتكسب احترام الناس باجتهادك وعملك بدون اي شيء اخر، باجتهادك وعملك. النهارده انا اعتقد ان كل الناس المصريين على الاقل، انا ماليش دعوه حد تاني، ولكن انا بتكلم على كل المصريين النهارده او كل الاهلاويه النهارده كان نفسهم منتخب جزر القمر ده يكسب. ما اعرفش انا ده احساسي، كل ما اكلم حد يقول لي يا ريت يا اخي منتخب جزر القمر دول يكسبوا، يا ريت يكسبوا، دول مظلومين، دول حرام، دول بيجتهدوا، دول بيتعبوا. ودي حقيقه. النهارده منتخب جزر القمر ادى درس كبير جدا جدا لكل المنتخبات. اهو ده حارس المرمى، ده شاكر الهدهور، هو ده الباك ليفت اللي لعب حارس مرمى النهارده، فهو عشان طويل شويه كده قاموا موقفينه حارس مرمى وشال 3 4 5 اهداف مؤكده. يعني في كره اترمى عليها قبل ما توصل يعني ليه، ولكن كان واقف وكان بيمثل بلده وكان خايف على بلده وبيقاتل وبيعمل كل حاجه عشان عايز يكسب. وبالفعل كان منتخب جزر القمر يستحق كل التحيه زي ما قلت لحضراتكم. تخيل لما تبقى انت منتخب وبتلعب امام المنتخب الكاميروني هذا العملاق الكبير، وعندهم افضل هداف لغايه دلوقتي وهيعدي شكله هيجيب اجوان كتير، فينسنت ابو بكر الهداف الاول لكاس الامم الافريقيه، وعندهم كذا وعندهم فريق منتخب قوي جدا، ولكن بهذا الشكل وبهذا الاداء الرائع جدا لمنتخب جزر القمر استحق كل التحيه وكل التقدير من العالم كله. العالم كله بيتكلم على منتخب جزر القمر وماذا فعل منتخب جزر القمر امام الكاميرون في الشويه اللي فاتوا دول. بعد الشوط الاولاني الحقيقه لقينا تويتات على بعض الـ الاجانب بيتكلموا عن هذا الامر، بيستحقوا الحقيقه الحزام، انا اسف، لقب الحصان الاسود في هذه البطوله هم وجامبيا. جامبيا زي ما قلت لحضراتكم المدير الفني الفرنسي لمنتخب جامبيا كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي وقال انا هقول كلام يزعل كل الناس مني، ولكن الكلام صادم. معرفش طبعا ايه صحه هذا الكلام، ولكن هو كلام صادم جدا عن الدوله المنظمه لكاس الامم الافريقيه، ان الاوتيلات وحشه جدا، اللعيبه 6 7 لعيبه بيباتوا في سرير واحد او في اوضه واحده، والحمامات اللي بتستخدم حمامات وحشه جدا. قال كلام كتير جدا جدا، الكلام ده مش كلامي، هذا كلام المدير الفني لمنتخب جامبيا اللي النهارده كلم كلام مهم جدا وخطير جدا فيما يخص هذا الامر. ف خلي بال حضراتكم الكاميرون هتلعب جامبيا في دور الثمانيه، وتونس هتلاعب بوركينا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. بص يوم الاربع ان شاء الله في هذه المباراه الهامه جدا منتخب مصر سيلاقي منتخب كوت ديفوار في مباراه صعبه جدا جدا، ولكن منتخب مصر، كل شويه هقول هذا الكلام، منتخب مصر قادر على ان يفوز على المنتخب على منتخب الايفواري، مش بالكلام ولا بحاجه لا، ولكن الشكل العام بيقول ان الكل مركز. يعني الواحد على شويه اتصالات بيعملها لزمايله اللي موجودين في المنتخب او كده او كده بنعرف الاخبار ايه والناس مركزه ازاي ورايحه في اتجاه ايه وبتفكر في ايه. لا، اللعيبه كلها لا تفكر في شيء اخر، حتى كلنا شايفين محمد صلاح مشدود، تحس ان هو مشدود، مش هو محمد صلاح بتاع ليفربول. محمد صلاح ليفربول بتحس ان هو يعني الدنيا لطيفه جدا بالنسبه له وهاديه وكل، في مصر او مع منتخب مصر الحقيقه لا، هو تحس ان هو شايل حمل كبير جدا جدا على اكتافه، هو شايل حمل كبير اه، ولكن انا اتمنى ان محمد ينسى الحمل ده شويه في المباراه اللي جايه، لان المباراه اللي جايه احنا محتاجين محمد صلاح بتاع ليفربول، محمد صلاح اللي بيموت نفسه على كل كوره، محمد صلاح
بلاش اللي بيموت نفسه على كل كوره، محمد صلاح اللي بيعرف يجيب جون كل شويه. هو ده اللي احنا عايزينه في المباراه اللي جايه، لان المباراه اللي جايه الفرص اللي فيها هتيجي من ناحيه محمد صلاح وكورتين ثلاثه، فرصتين ثلاثه، ده لو جم. فعايزين نستغلهم افضل استغلال عشان نقدر نفوز على المنتخب الايفواري. امبارح شفنا مع حضراتكم الموضوع ايه هي اهم نقاط القوه اللي موجوده في المنتخب الايفواري، ايه هي اهم نقاط الضعف اللي موجوده في المنتخب الايفواري، وقدرنا نوصل لنقاط ضعف كثيره جدا في النواحي الدفاعيه في المنتخب الايفواري. مش منتخب يعني منتخب قوي، محدش يقدر يقول غير كده، ولكن يعني يا جماعه بالراحه خلي الدنيا تمشي كده، لانه منتخبنا الوطني هو منتخب قوي جدا جدا ويستطيع ان يفوز على اي منتخب في القاره الافريقيه بعد اللي احنا شفناه النهارده. بعد اللي احنا شفناه النهارده سواء مع منتخب جامبيا او مع منتخب جزر القمر، وما فعله منتخب جزر القمر في منتخب الكاميرون الكبير العريق ثاني اكثر الدول حصولا على البطوله الافريقيه وكذا وكذا، لا جزر القمر النهارده حته ثانيه وعملت شغل ثاني واحرجته قدام جماهيره وعلى ملعبه. لو حضراتكم تابعين المباراه شفتوا فرحه سامويل ايتو ازاي رئيس الاتحاد الكاميروني، فرحه هستيريه الحقيقه وكانه مش متوقع ان هو يجيبوا هدف. فلا الحقيقه النهارده الواحد كان قاعد كل ما بتقعد تتفرج بتتعلم دروس، بتتعلم دروس من اللي احنا شفناه النهارده في كل شيء، في كل شيء الحقيقه. الدروس اللي احنا بنتعلمها دي ان كره القدم دائما بتودي لك او بتديك درس في كل شيء وفي اي وقت ومع اي حد، مع اي حد. فاللي احنا شفناه النهارده حاجه محترمه جدا جدا جدا. طيب الحقيقه برضو النهارده كان كابتن امير عمر، كابتن امير عمر هو حكم مباراة منتخب جامبيا ومنتخب غيني اللي فازت بيها طبعا المنتخب الجامبي. وحتى يمكن كابتن جمال غندور اللي في قناة بين سبورتس انتقد الكابتن أمين عمر يعني، وقال ان هو مش عايز يكون قاسي عليه، لكن الكابتن أمير عمر النهارده الحقيقة يعني ادى كارت احمر لأحد اللاعبين في جامبيا، وكان لا يستحق من وجهة نظري ان هو كان لا يستحق الحقيقة هذا الكارت الأحمر. وبعد نهاية المباراة طرد لاعب من غينيا، وبالتالي الأمور يعني أتمنى ان الكابتن أمير خلال الفترة اللي جاية يبقى أفضل وأفضل، وأتمنى ان يكون هناك خير تمثيل للتحكيم المصري الحقيقة من خلال وجود بعض الحكام المهمين جدا الحقيقة بالنسبة لنا. حضراتكم نرجع مع بعض كده 6 7 8 شهور او اسابيع. ليه؟ لان من 6 7 اسابيع كنت بنتقد الحكام، من 6 7 شهور كنت بنتقد الحكام برضه. وانا لما بننتقد ليه؟ هو احنا بننتقد وخلاص لمجرد ان احنا، لا بننتقد لانها اخطاء واضحه جدا للجميع ان هناك مشكله كبيره جدا في منظومه التحكيم المصري، مشكله كبيره جدا، مشكلة فنية كبيرة جدا، في مهم جدا كلمة فنية في النص، مشكلة فنية كبيرة جدا يجب أن يعمل عليها رئيس لجنة الحكام اللي كابتن عصام ما بيعملش حاجة في حياته غير أنه طالع يقول أنا هقدم استقالتي. ما تقدم يا كابتن عصام استقالتك، يعني أنا مش عارف أنت بتهددنا ولا بتعمل لنا إيه. يعني أنا الحقيقة دايما ببقى مستغرب جدا من كلام الكابتن عصام، كل ما يطلع دلوقتي يتكلم في حتة، هي الدنيا هاديه اليومين دول فماشي، لكن كل ما يطلع كابتن عصام يتكلم في حته دايما يقول ايه يا جماعه والله انا تعبت وانا عايز اقدم استقالتي. ما تقدم استقالتك يا كابتن، انت هتذلنا. يعني انا اتمنى ان كابتن عصام للمره المليون، مش انا لوحدي الحقيقه، كل من او كل مختص بكره القدم المصريه عارف كويس جدا الكلام اللي انا بقوله. يا كابتن عصام من فضلك احنا مش عايزين كلام كتير، احنا عايزين فعل. هذا هو شكل التحكيم المصري امام العالم كله او امام افريقيا. امام افريقيا النهارده شفناه لم يكن جيد، مش هقول اكتر من كده، لم يكن جيد. ودي شهاده برضو احد الخبراء المصريين، مش انا يعني، برضو انا الحقيقه
ما احبش لانه كابتن امين بيمثل مصر في الخارج، بيمثل مصر، ولكن انا كان نفسي يبقى موافق، ولكن دي حاجه فنيه. العالم كله او افريقيا كلها شافت اللي اتلعب النهارده واللي حصل والكارت الاحمر والغلطات اللي اتعملت اثناء المباراه وكذا وكذا. فكابتن عصام لو سمحت، لو سمحت والله بجد، احنا داخلين على لسه بدري على الدوري والكلام ده كله، ما انا مش عايز اتكلم في دوري ولا اتكلم في حاجه، ولكن كل اللي انا عايزه ان احنا لما ترجع كره القدم المصريه دوري وكاس والكلام ده يكون هناك اصلاح، اصلاح لطاقم لمنظومه التحكيم بشكل كامل. بس انا مش عايز حاجه تانية والله يا كابتن عصام، والله ما عايز حاجه تانية. عايز ان انا لما يبقى ليا كنادي اهلي ركله الجزاء احسبها، لو عليا احسبها. لكن كل مره كابتن عصام يطلع، يعني كابتن عصام بيحاول ان هو دايما يقول لنا ايه يا جماعه، والله انا موجود هنا يعني انا قاعد كده عشان كابتن عصام رجل كبير ورجل واسم كبير وكذا وكذا، وكل الكلام الحلو اللي حضراتكم عايزين تقولوه قولوه، ولكن في الاخر وبعدين يعني هنفضل نتكلم كلام حلو ونقول الكاب امام، وبعدين وبعدين لازم نشوف ده من خلال الملعب ومن خلال تمثيل الحكام المصريين في البطولات القاريه. اللي اتمنى ان هو ما يبقاش زي النهارده، ما يبقاش زي النهارده باي طريقه. واللي جاي بقى ما هو قادم في الدوري وفي الكاس لكل الفرق، لل 18 فريق واولهم النادي الاهلي طبعا، بما اني بتكلم من قناه الاهلي. فالحقيقه الواحد بيشوف حاجات في وسط البطولات الافريقيه او بطوله افريقيا وبطوله الامم الافريقيه واللي بيحصل في بطوله الامم الافريقيه، بلاقي حاجات كده وتصريحات بتطلع لنا غريبه جدا، بتخلي الواحد يعني بتخلينا متضايقين واحنا بنتكلم او نعمل، لان احنا نفسنا في النهايه ان كره القدم المصريه ومنظومه التحكيم المصري تتطور بشكل كبير. طبعا لاعب نادي او لاعب منتخب جزر القمر يوسف مشنغامة هو اللي خد افضل لاعب في مباراه منتخب جزر القمر والمنتخب الكاميروني، اللي هو اللي جاب الجون الفاول الرائع الحقيقه اللي شاطه هو رقم 10. ده يثبت بقى ان قد ايه احنا لما بنيجي نتكلم، حضراتكم شايفين الاداء الرائع اللي عمله جزر القمر، خلى الناس كلها تتعاطف مع منتخب جزر القمر. مره تانية اتمنى الحقيقه من الكابتن عصام ان هو، كابتن عصام بالراحه علينا شويه، بالراحه، احنا كل اللي عايزينه عايزين حضرتك تعيد ترتيب اوراق المنظومه التحكيميه من الداخل علشان نصل الى، والله العظيم ثلاثه يا كابتن وحياه ربنا، هذا البرنامج سيكون اول البرامج اللي هتحيي حضرتك بشكل كبير جدا 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 جدا، لو حضرتك عايز او مش عايز، انا عارف ان انت، لكن لو حضرتك هتلاقي هذا البرنامج يكون اكبر داعم، وهو اكبر داعم بالفعل، لان النادي الاهلي هو اكبر داعم للحكام المصريين في كل شيء، على الرغم من ان انت خسرتني دوري السنه اللي فاتت، ويعني السنه دي في اخطاء كثيره جدا، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي هو اكبر داعم للتحكيم المصري، لان ده الدور الوطني للنادي الاهلي، الدور الطبيعي جدا للنادي الاهلي اللي بيعمله النادي الاهلي ودوره الوطني زي ما حضرتك شايف. النادي الاهلي ربنا يكرمنا ان شاء الله في مباراه يوم الاربع، وبعد كده ربنا يكرمنا في مباراه دور الثمانيه، النادي الاهلي هيلعب بدون كل لاعبيه او 8-9 لاعبين، اولهم اهو بسم الله الرحمن الرحيم علي معلول بنسبه كبيره جدا هيكون هيصل الى دور الاربعه، واللي هيصل الى الدور قبل النهائي، معنى انه هو لن يلعب مباراته الاولى امام مباراته الاولى مع النادي الاهلي امام مونتيري المكسيكي، مش هيلعب معاه في كاس العالم للانديه. فادي واحد ان شاء الله ربنا يكرمنا. بكره مالي هتلعب، وهنشوف برضه اليو ديانج هيكمل ولا هيعمل ايه، وبعد كده هنشوف ان شاء الله منتخبنا الوطني اللي كلنا في ظهره، عشان برضه انا عارف الكلام هيتاخد ويروح لحته تانية وكلام تاني والهيصه دي، لكن انا بقول لحضراتكم، لكن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه. والله العظيم ثلاثة انا بقول الكلام ده من قلبي، من قلبي، لانه رئيس النادي الاهلي اسطوره كره القدم المصريه كابتن محمود الخطيب قال ايه؟ مصر اولا، مصر اولا. كلنا اي حد انسان طبيعي، انسان طبيعي هيعمل ايه لما تيجي تساله منتخب ولا نادي؟ هيقول لك مفيش مقارنه، مفيش مقارنه، ما ينفعش تقارن، ما ينفعش حد يقارن ما بين منتخب ونادي مهما كان اسم النادي ده. البلد، اسم البلد هو الاهم، ده كلنا بنتكاتف وكلنا بنقف وراه. فان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الاربعاء
هتبقى وانا متاكد ان شاء الله لو ربنا كرمنا يوم الاربعاء في مباراه كوت ديفوار، وانا متخيل منتخبنا ممكن جدا جدا ان شاء الله ربنا يكرمه وياخد هذه البطوله. وبالتالي هو ده الدور الوطني اللي زي ما النادي الاهلي بيساند حكامه المصريين في كل شيء، في كل شيء التحكيم المصري بالنسبه للنادي الاهلي هو اول حاجه وبيقف في ظهره في كل حاجه. برضه مش كلامي، ده بيانات كثيره جدا عملها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، والتاريخ ما بيكذبش. ورجعوا للموقع الرسمي للنادي الاهلي، رجعوا لقناه الاهلي، هتشوفوا الكلام اللي قاله النادي الاهلي في موضوع التحكيم المصري. وبالتالي كل اللي احنا عايزينه ان يكون هناك عداله تحكيميه، ان يتم. انت بتتكلم بدري قوي يا عم اسلام قبل ما الدوري. ايوه بتكلم من دلوقتي يا جماعه، والله يعني بقالنا كتير قوي في هذا الامر، فانا بتكلم من بدري جدا 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 علشان ربنا يكرمنا ونشوف المنظومه بالكامل بشكلها الرائع اللي احنا شايفينه ده. وبعدين بيني وبينكم اللي حصل النهارده مع كابتن امين، الناس كلها اتكلمت، كابتن امين عمر يعني، الناس كلها اتكلمت. فلازم لازم اتكلم واقول عندنا مشكله فنيه، لان هو ده اللي انا دايما كنت بتكلم فيه مع حضراتكم وبقوله وبحذر منه، انه عندنا مشكله هنا، وبالتالي المشكله دي هتبان عندنا بره، المشكله دي هتبان عندنا في اي مباراه اخرى. هو ده اللي حصل وهو ده اللي شفناه. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اكمل مع حضراتكم ونتكلم عن بعض اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. في 2008 في الدور قبل النهائي، الاول خلينا نرجع شويه ل 2008 في الدور الثمانيه، سنه 2008 في دور الثمانيه بطوله امم افريقيا. طبعا منتخب مصر في دور الثمانيه كان بيلاقي منتخب انجولا، ومنتخب ساحل العاج في ذلك الوقت كان بيلاقي منتخب غينيا في دور الثمانيه. وخلي بال حضراتكم لو تفتكروا الفتره دي كمان كانت غينيا عائله بنجوره، عثمان بنجوره واسماعيل بنجوره. مهم يعني منتخب كوت ديفوار كسب منتخب غينيا 5-0، 5-0 مع الرقفه لو تفتكروا. يعني دروجبا فاكرين لما قعد يعمل كده ويعمل كده، صوره شهيره ليه موجوده يعني. ومنتخب كوت ديفوار كسب 5، ومنتخب مصر كان بيلعب انجولا وكسبنا 2-1 بالعافيه خلاص. والتقى المنتخبان منتخب مصر ومنتخب ساحل العاج في 2008 في الدور قبل النهائي، وكلنا بقى كنا قاعدين مرعوبين. يعني كانت حال الجماهير المصريه كلها نفس يعني اللي احنا سامعينه دلوقتي، او نفس عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم او بشبه اللي حصل، نفس الظروف، ظروف متشابهه، ولكن ده هيبقى في دور ال 16 وده في الدور قبل النهائي. ويظل منتخب مصر منتخب كبير جدا، ومنتخب كوت ديفوار منتخب كبير جدا. ومصر كانت مرعوبه، والناس ونكلم اللعيبه الدنيا تمام. كنت بلعب ساعتها في الوقت ده، ما كنتش منتخب، كنت بلعب يعني في النادي. ف كنا بنتكلم الناس يعني برافو عليكم بقى، ده انتوا كده اللي انتوا عملتوه كفايه وبتاع. وفي 2006 حتى لو خسرتوا في كوت ديفوار ما عندناش مشكله، مش هنبقى متضايقين وبتاع. والامور مشيت بهذا الشكل. انا بقول لكم كواليس كانت بتحصل مع المنتخب معانا وزملائنا يعني في ذلك الوقت في هذه الفتره. منتخب مصر في الدقيقه 90 المباراه خلصت ومصر كلها فرحانه. ليه؟ لان منتخب مصر فاز على منتخب ساحل العاج كام؟ 1؟ لا. 2؟ لا. 3؟ لا. 4؟ ايوه لو تفتكر 4-1. اول جون احمد فتحي الكره اللي بالعرض وشاط وعمل قعدت تلف تلف وقامت داخله جون وخبطت في كذا لعيب ودخلت جون. عمرو زكي الثاني والثالث، النجم محمد ابو تريكه الجون الرابع، وهم جابوا اعتقد عبد القادر كيتا لو تتفكروه شوطه كده من كان بيلعب في نادي ليون الفرنسي في ذلك الوقت. كلنا كنا بنتابع كره القدم الاوروبيه وبنتابع كل لعيبه كوت ديفوار الحقيقه في ذلك الوقت. فتخيل حضرتك نفس الموقف. اتمنى طبعا ان منتخبنا يستطيع ان يفوز 4-1. نفس الظروف اللي انا بقولها دي حصلت هذه الايام. احنا فزنا على السودان 1-0 بالعافيه، ومنتخبنا منتخب كوت ديفوار بيفوز على بطل افريقيا وبطل العرب والمرشح الاول لهذه البطوله 4-3-1، والرابع اتلغى. فالظروف هنا قريبه من بعض، الظروف متشابهه.
حتى حاله الجماهير دلوقتي يعني لما تيجي تفتح الفيسبوك ولا كل وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي كوميكس وهزار وبتاع ان احنا هنخسر وهنخسر كتير ومش عارف مين هياكل ايه ومين هيعمل اهو. هي دي اللقطه اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها. دروجبا لما في ماتش غينيا يعمل كده ويعمل كده وبتاع، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسبهم 4 في ذلك الوقت، زي ما قلت لحضراتكم احمد فتحي وعمرو زكي هدفين ثم النجمه بوتريكا الهدف الرابع. وهل يستطيع منتخبنا ان هو يعمل كده؟ ايوه منتخبنا يستطيع ان هو يعمل كده. نفس الكلام ونفس تشابه الظروف في كل شيء الحقيقه لو تفتكروا. حتى طبعا مواقع التواصل الاجتماعي ما كانتش بالقوه زي دلوقتي، ولكن انت دلوقتي شوف بقى الناس عماله تتريق يلا يا رجاله هتشوفوا هترجعوا امتى. يا جماعه خلي عندنا تفاؤل الفتره اللي جايه. خلي بال حضراتكم دي حاله سلبيه بيتم تصديرها للاعبين حتى لو حضراتكم بتهزروا. خلينا بالعكس خلينا ايجابيين، خلينا نقف. انا شرحت لحضراتكم ماذا قال حفيظ الدراج امبارح او الاول امبارح في هزيمه منتخب بعد حفيظ الدراجي بعد فوز منتخب كوت ديفوار على منتخب الجزائر 4، قال لهم روحوا استقبلوهم في قال لجمهور الجزائر روحوا استقبلوهم استقبال الابطال. فالحقيقه يعني كلام اتمنى ان يكون هناك وقفه النهارده وبكره وبعده بس مع منتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. الصوره دي احنا خلينا دروجبا واحد من اعظم اللاعبين في العالم في ذلك الوقت ان هو يعمل اللقطه اللي حضراتكم شفتوها دي. اهو بيقعد في الشبكه. ادي الفراعنه اللي احنا ننتظر ان هم نشوفهم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في الساعه 6. كلنا مصر كلها انا متاكد ان مصر كلها هتبقى في ظهر منتخبنا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في هذه المباراه الصعبه جدا. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نصل الى الدور القادم ان شاء الله من خلال الملعب يوم الاربعاء القادم. وخلي بال حضراتكم انا بتفائل بالحكم اللي اسمه جان جاك ده، الحكم الكونغولي يعني، هو حكم مباراه السوبر الافريقي للنادي الاهلي والرجاء. فانا انا بتفائل بيه يعني، انا كاهلاوي يعني بتفائل بيه، وان شاء الله يكون حكم جيد في هذه المباراه يدي منتخب مصر حقه ويدي المنتخب كوت ديفوار حقه، ما عنديش مشكله خالص. واللي يكسب يكسب ان شاء الله، منتخبنا يستطيع ان يفوز واللي يكسب يكسب، وربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله يوم الاربعاء في هذه المباراه صعبه جدا جدا جدا. طيب برضو خلينا نروح لاخبارنا، اخبار البيت الكبير. كابتن خطيب بيتفقد سير الاعمال الانشائيه بفرع زايد ويجتمع مع الاداره التنفيذيه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص الحقيقه على القيام بجوله تفقديه صباح اليوم في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، تابع خلالها الاعمال الانشائيه في الفرع والمسجد الجديد الذي يتم بناؤه على مساحه كبيره بعد ان حصل النادي على التراخيص اللازمه لذلك. كان مع كابتن الحقيقه اللواء خالد عبد الرحمن مدير الفرع، وشملت ايضا متابعه سير الاعمال في ملاعب النجيل الصناعي الجديده التي يتم تجهيزها وفقا لافضل المعايير لتكون جاهزه للعمل فورا بعد ان تم تزويدها بكشافات اناره على افضل مستوى. كابتن محمود تفقد المنطقة الخاصة بإنشاء حمام السباحة والمبنى الاجتماعي الجديد الذي يضم منطقة متكاملة للخدمات لجلوس الأعضاء، كما تفقد صالة الجمباز والكاراتيه والسكواش التي تم افتتاحها مؤخرا. عقب الجولة عقد الكابتن محمود الخطيب جلسة مع الإدارة التنفيذية بالفرع في حضور مديري الإدارات للاطمئنان على سير العمل وتدريبات الفرق والرياضية والأكاديميات. ووجه رئيس النادي بضرورة تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والتيسير عليهم وتلبية كافة احتياجاتهم. طيب الحقيقة عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي نجح من شهرين وأصبح رئيسا للنادي الأهلي في دورة تانية.
اسهل حاجه يعملها ايه؟ يريح شويه، يكبر دماغه شويه، صح ولا مش صح؟ يريح، يقول لك ايه، طب انا ريح لي كده ايه 5 6 شهور انا ومجلس الاداره، ها نريح شويه نحتفل بالفوز. وانا كابتن محمود الخطيب من تاني يوم، من تاني يوم الحقيقه لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي، انا مش عايز اقول لحضراتكم لان طبعا في حاجات، لكن كابتن خطيب بيحاول مع مجلس الاداره طبعا، بيحاولوا ان هم يعلوا قيمه النادي بكل الطرق، بكل الطرق في كافه الانشطه وفي كافه المجالات. حضراتكم الموضوع بتاع كاس العالم للانديه شغال على اعلى مستوى، والكل كل الجهود بتتضافر علشان تبقى بطوله او رحله ميسره وسهله للعبة النادي الاهلي. الناس كلها بتتكلم عن ما يحدث من انشاءات كبيره جدا في فرع الشيخ زايد، زي ما حضراتكم شايفين بيتعمل جامع هناك للناس اللي بتروح، بيتعمل مسجد هناك الحقيقه على اعلى اعلى مستوى، حاجه تحفه كده معماريه. انا بروح لانه انا جنب فبشوف الموضوع عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي الحقيقه. كابتن خطيب بعدين بقى بيروح، مش يمشي مثلا يروح ايه يشوف المسجد ويمشي وياخد اللقطه وياخد الصورتين ويمشي، لا كابتن بيلف على النادي كله ويلاقي حته. انا يعني في حاجات او وقت كده ببقى بنشوفها قدامنا، يعني قدامنا كاعضاء بنبقى قاعدين وبنشوف الكابتن خطيب يبقى ماشي كده فيلاقي شويه حاجات واقعه، ورقه مثلا واقعه ولا حاجه، طب هو ليه يا جماعه؟ ليه العضو يقول لهم كده؟ هو ليه العضو يقعد في ورقه واقعه؟ امال احنا الناس شغاله ليه؟ مش عشان راحه الاعضاء؟ الناس دافعه فلوس عشان تاخد خدمه مميزه. فتخيل حضرتك لما ياخد باله من الحاجات دي، لما ياخد باله من مثل هذه التفاصيل الصغيره. طب ايه اللي بيحصل في التجمع الخامس؟ ايه اللي بيحصل في التجمع الخامس؟ انا بس مش عايز احرق حاجات ممكن يكون مجلس الاداره مستني عليها اللي يقولها او يفاجئ بيها الجمهور، ولكن اعضاء الجمعيه العموميه كمان، لانه اللي بيحصل في التجمع الخامس ده حاجه هتبقى تخليك فخور بان انت تنتمي لهذا النادي. التطور الكبير في كل شيء داخل اللي هيحصل في التجمع الخامس، لا كل ده بقى حاجه، واللي بيحصل في فرع الجزيره الفرع الرئيسي، واللي بيحصل في مدينه نصر، واللي بيحصل في الشيخ زايد، كل ده حاجه. والتفكير فيما سيحدث في استاد النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، انا بقول لحضراتكم ان الدنيا شغاله على قدم وساق. الدنيا مش شغاله في ان احنا بنبني وبنعمل لسه طبعا، لكن خلي بال حضراتكم بيبقى الامر بيبقى محتاج حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا. يعني حضراتكم السنه اللي فاتت فاجئتوا فجاه ان الكابتن خطيب ومجلس الاداره السابق حطوا حجر الاساس لانشاء الاستاد. ليه؟ لان التراخيص اخذت 4 سنين أو 5 سنين، 4 سنين على ما اتذكر. فالحقيقه كان حاجات كتيره جدا فجاه بتلاقي الموضوع ظهر وبان وتعلن على الناس كلها. هذا هو النادي الاهلي وهذا هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الكلام ده انا مش بقوله، انا بشوف الحاجات دي بعينيا، مش انا لوحدي، كل اعضاء النادي الاهلي اللي بيبقوا قاعدين بيشوفوا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده. كابتن خطيب بيتابع كل صغيره وكبيره في ملف كره القدم، بيتابع كل صغيره وكبيره في النشاط الرياضي. هو لو لم يكن هناك رئيس نادي ومجلس اداره عايزين النادي الاهلي في افضل مكان، كانوا جابوا اوجاستي بوش؟ ما كانوش جابوا. يا عم هات اي حد يعمل وادينا ماشيين والكره اهم حاجه. لا، الكره والسله والطايره واليد وكل حاجه، كل حاجه مهمه، لان النادي الاهلي دائما لازم يظل دائما في القمه، ولازم دائما يبقى فيه بطولات، مش كره القدم بس، كل الانشطه وكل الامور الرياضيه، لان هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، مش في مصر، في افريقيا وفي العالم، لا العالم العربي، العربي والعالم كله الحقيقه. لانه انا دلوقتي بنافس ريال مدريد في كره القدم، يعني بنافس ريال مدريد، انا 24 وريال مدريد 26، انا اهلي 24 وريال مدريد 26. فالحقيقه ربنا يديله الصحه كابتن محمود والاستاذ العمري والاستاذ خالد مرتجي وبقيه اعضاء مجلس الاداره، ربنا يديهم الصحه، لانه النادي الاهلي يحتاج لجهد كبير جدا جدا الحقيقه خلال الفتره القادمه، لانه دايما احنا عايزين نبص للنادي الاهلي نمره واحد، فقط نمره واحد.
لجنة العضوية بالنادي الأهلي تستقبل المشتركين الجدد في فرعي الشيخ زايد والتجمع. بالمناسبة اهو زي ما حضراتكم شايفين رئيس او لجنة العضوية في النادي الأهلي الأستاذ طارق أنديل، وطبعا الأستاذ محمد الغزاوي وبقية الأعضاء اللي موجودين كانوا النهاردة في استقبال المتقدم للحصول على عضوية النادي في الشيخ زايد والتجمع الخامس. وقام الأستاذ محمد غزاوي والأستاذ طارق أنديل والأستاذ عزة حلمي مديرة الاشتراكات وبعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على عضوية النادي الأهلي. الفترة الأخيرة الحقيقة كان في إقبال كبير جدا للانضمام لأسرة النادي الأهلي والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية، ده اللي كنا بنتكلم فيه من شوية، والطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي سواء في مقر الجزيرة أو فروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس. فرع التجمع الخامس الحقيقة بيحظى خلال الفترة الأخيرة بإقبال كبير على الاشتراك في عضويته، خاصة أنه يعد صورة طبق الأصل من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ويتضمن خدمات شاملة بما يتناسب مع اسم النادي ويلبي رغبة كافة الأعضاء، بعدما تتم مراعاة أن تكون الملاعب في مناطق واحدة مع وجود غرف الملابس رجال وسيدات لجميع الفرق. تشتمل المنشآت الرياضية داخل فرع التجمع على ملاعب للكرة الطائرة والسلة واليد وملاعب للخماسي من النجيل الصناعي، بالإضافة إلى ملاعب تنس والمسجد، كما توجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبين كبيرين من النجيل الصناعي وغرف الملابس وللاعبين والمدربين، إلى جانب مجمع حمام السباحة والمبنى الاجتماعي الذي يقع على مسطح 1200 متر، ويشتمل على بدروم وأرضي ودور أول، ويضم قاعة مجلس إدارة ومطعم وأماكن للأعضاء، علما بأن البوابة الرئيسية في فرع التجمع تضاهي نظيرتها في فرع مدينة نصر. ده اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكم عليه، أنه هتشوفوا حاجة وهتشوفوا إنشاءات، خلينا نشوف يعني لما إن شاء الله ربنا يكرم ويكون هناك افتتاحات ويتم الإعلان عن هذه الافتتاحات، هتشوفوا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هيبقى عامل إزاي. الكاف بيعلن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، ده اللي كنت بتكلم فيه دائما. جماعة طب انت ليه نزلت الكاف؟ يعني حاجة غريبة جدا، طب ليه نزلوا المباراة انها هتتلعب 11 او 12؟ او خبر امام حضراتكم، الاتحاد الافريقي اعلن عن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني مقرر اقامتها في القاهرة احد يومي 11 او 12 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه عبر موقعه الرسمي أن اللجنة قررت تأجيل، لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قررت تأجيل هذه المباراة لتقام يوم 5 مارس المقبل الساعة 9 مساء في ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة. وأوضح الاتحاد الأفريقي أن قرار التأجيل جاء بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل. زي ما حضراتكم شايفين يعني الكلام ده اتكلمنا فيه كتير جدا جدا، وتعبنا الحقيقة من الكلام في هذا الأمر، ولكن في النهاية زي ما حضراتكم شايفين من الواضح أن الاتحاد الأفريقي بيتدارك أخطائه. ما نشوف مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني لكرة القدم، زي ما حضراتكم عارفين بيخضع دائما لاعبو النادي الأهلي لمساحات قبل المواجهات. إن شاء الله عندنا مواجهة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة، كأس رابطة الأندية المصرية والمحدد لها، أنا آسف، يوم الخميس المقبل. الأهلي بيستأنف ميرانو اليوم بتدريبات بدنية مكثفة في الجيم وميران قوي لحراس المرمى. النهارده ايضا في التمرين كان في تراي ماتش لجميع اللاعبين استعدادا لمباراه سموحه القادمه، عوده احمد بقى عبد القادر، عوده افشه، عوده حسين الشحات، عوده طاهر محمد طاهر، عوده بيرسيتاو، عوده كل اللاعبين، مع طبعا المجموعه الرائعه الحقيقه اللي اداها لنا الكابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش، زي ما حضراتكم شايفين كده مجموعة الناشئين اللي إن شاء الله يعملوا شيء جيد جدا
مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. كابتن وليد سليمان طبعا، كابتن وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم، مجموعة اللاعبين الكبار اللي موجودين في النادي الأهلي دلوقتي. احنا نقول كبار سنا يعني، لأنهم رامي وياسر ومحمد هاني ووليد سليمان، المجموعة خلاص يعني كبروا سنا، بقى عندهم يعني 27 28 سنة، واللي عنده أكتر من كده، لأن في مجموعة شباب أكبر واحد فيهم عنده 18 19 سنة الحقيقة، اللي شفناهم بيلعبوا مع الفريق الأول في مباريات الرابطة خلال الفترة السابقة. بيرسيتاو النهارده قال ان الدوري المصري افضل من الجنوب افريقي واللاعبون اكثر التزاما دينيا. طبعا احد الصحف الجنوب افريقيه قال هذا الكلام خلال كلامهم مع بيرسيتاو. طيب، منتخب مصر يؤدي تدريبه بالكاميرون استعدادا لكوت ديفوار، والمنتخب الوطني يتفقد ملعب جابوما في الكاميرون. ايضا النهارده محمد صلاح نجم نادي ليفربول بينشر صوره له ومحمد صلاح هو وتريزيجيه ومحمد الشناوي وكابتن محمد شوقي مدرب منتخبنا الوطني ورئيس بعثه منتخب مصر في الكاميرون يكرم فريق عمل المساحات الطبيه. دي الصوره اللي انا بقول لحضراتكم عليها، محمد شوقي والشناوي ومحمد صلاح و تريزيجيه. اللواء حلمي مشهور الحقيقه في لفته رائعه منه الحقيقه، بيكرم فريق عمل المساحات الطبيه. جماهير النهارده جامبيا بالنسبه لهم، خلي بال حضراتكم ان هم يصلوا الى الدور الثمانيه بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا جدا جدا، اول مشاركه ليهم في كاس الامم الافريقيه منذ ان بدات وحتى الان، يعني نعتبرهم ما اتغلبوش لغايه دلوقتي منتخب جامبيا، ويصلوا الى في اول مشاركه ليهم بيصلوا الى دور الثمانيه، حاجه صعبه جدا 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 ولكن وصلوا. فجماهير جامبيا تطوف الشوارع بعد التاهل التاريخي في امم افريقيا. ايضا موسى بارو افضل لاعب في مواجهه جامبيا وغينيا. ايضا النجم اشرف حكيمي بيعود لتدريبات المغرب استعدادا لملاوي، المباراة القادمة لمنتخب المغرب ضد منتخب ملاوي. يعني ما اعرفش الخبر ده، يعني ضبط احد الشباب بيؤدي امتحانا باحد المعاهد العليا بدلا من اللاعب مصطفى محمد، يعني ما اعرفش، خبر لطيف يعني، دمه خفيف، واحد عايز يبقى شبه مصطفى محمد فراح عمل مكانه يعني ماشي. حسام البدري ضمن المرشحين لتدريب منتخب غانا، أكد موقع 442 الغاني دخول حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا. برضو الموضوع ده يعني احنا سايبينه شوية لغاية لما، ده طبعا أمام حضراتكم الموقع اللي قال 442 اللي اتكلم عن الكابتن حسام البدري. رئيس وكالة المنشطات بيكشف المتورطين في الدوري الممتاز. قال ان هم الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ان يعني في اتنين لعيبة، في ست لاعبين اتأكدنا من اتنين ولسه الأربعة الآخرين، إلا أنهم من خارج الأهلي والزمالك، والأربعة يعني اتنين بيلعبوا كرة قدم واثنين واربعة ما بيلعبوش كرة قدم. طيب، ونفى خميس ان تكون العينة الايجابية خاصة بوليد سليمان، عشان كان في كلام في هذا الامر، الحمد لله ان طلع نفاه قبل ما حد يتكلم فيه ويقول هذا الامر. احنا عارفين طبعا مين الاول ومين الثاني، لكن يعني خلينا نستنى الامور الرسمية تبقى افضل الحقيقة، نشوف مين اللي هيتقال. اتحاد كرة القدم بيدرس إقامة دوري القسم الثاني من مجموعتين. يعني الكلام ده الحقيقة سابق لأوانه، وخلينا نشوف، لأن لسه قدامنا خمس ست شهور لنهاية هذا الدوري، ونشوف بقى إيه اللي هيحصل في الدوري في الموسم القادم. فاصل، وأربعة من النقاد الرياضيين الكبار هيكونوا معانا في حديث طويل وهام جدا فيما يخص كأس الأمم الأفريقية، فيما يخص في النادي الأهلي،
وأمور كثيرة جدا في الرياضة المصرية. بعد الفاصل أستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد القوصي في حوار في البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن او استاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. او كابتن جمال. لا ماشي يعني كل واحد بالاقدميه. لا اصل هنا لا بالعمر بالخبره طبعا بقيت كابتن. لا ما هو يعني انا مش لعيب مش جامد بس برضو يعني اخد هنا كابتن لعيبه اخد لك القصه بس فكرني. ارحب بس بالنجم الكبير برضو الكابتن محمود صبري. ماشي هو نجم تخن شويه بس حلوين عمل زي ما انا سامع ده ماني اكيد. ازيك يا استاذ محمود؟ الله يخليك كابتن نور الدنيا. الله يخليك ايضا النجم الكبير استاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك كابتن. طول عمره تخين ملزلز يعني مش صح؟ يعني شويه يعني ايضا. ازيك يا استاذ عصام؟ نورك يا كابتن. الله يخليك يا استاذ. انا بقى اللي قلت لك كابتن. انت بقى المره دي النهارده احنا هنخلي كابتن استاذ جمال هو الكابتن بتاع طبعا ده كابتننا. انا كابتني طبعا 100% ما اعرفش بقى كابتننا. لا والله انا طبعا كابتننا طبعا. سعيد بوجودي معاكم والله يعني انتوا كباتن كبار كلكم وكابتن اسلام يعني لا ده انا اقل حاجه. لا مازال محتفظ يعني بالنسبه للاعيبه الكوره اللي بيعتزلوا عارف ان انا يعتبر اقرب لاعب لانه يرجع كنت شويه يعني ممكن يرجع الملعب. هو احمد حسن صراحه. احمد حسن كل ما اشوفه اقول له انت عايز تلعب يا احمد؟ انت عايز ايه يا احمد؟ سيب الناس تعيش يعني. بينافسوني بقى زدت 7-8 كيلو. بينافسوني والله زدت حوالي 7-8 كيلو الفتره اللي فاتت. بس قياسا باللعيبه اللي بتعتزل في لعيبه اول ما تعتزل على طول بقى على طول المنفخ بيشتغل. بمناسبه استاذ وكابتن النهارده معلش قصه بسرعه جدا كده هقولها. النهارده كان في الشغل الصبح بنعمل حاجه فبكلم حد من شركه يعني فبكلم الاستاذه اللي كانت مسؤوله يعني ازاي حضرتك يا فندم؟ قالت لي الحمد لله. ازيك يا استاذ اسلام؟ فاول ما قالت لي استاذ اسلام قمت ضاحك قلت لها والله بقالي كتير قوي ما سمعتش الكلمه دي وحشتني. حد يكلمني يقول لي يا كابتن يعني جديده يعني جديده على عارف انت المفروض تبقى كابتن استاذ اسلام والله او الف كاف سلام استاذ كابتن سلام زي كده. كان في رئيس عيدي امين واحد من يعني الرؤساء المشهورين طبعا. في افريقيا رئيس اوغندا كان هو يعني فيلد مارشال وبعدين هو كمان اسلم في حج فكان اسمه الفيلد مارشال حاج عيدي امين. ايوه اللقب بروتوكوليا كان بيظبط بيه كده زي الموسيقار محمد عبد الوهاب خد لقب لواء اللواء اللواء الموسيقار الدكتور اللواء دكتور دكتور كمان خد ثلاثة. طب احنا منتخب مصر هيعمل ان شاء الله يوم الاربعاء خلينا في الموضوع عشان ما نروحش حاجه ثانيه. لا اقول لك حاجه كابتن هو طبعا على ضوء حتى المباريات اللي احنا شفناها لغايه دلوقتي في دور ال 16 عايز اقول انه ننسى شويه الحاله بتاعه الرعب اللي الناس بتصدرها عن قوه منتخب كوت ديفوار وغيره. يعني طبعا فريق قوي وكل حاجه بس منتخبنا لو لعب هذه المباراه وده اللي احنا دايما بننادي بيه بروح قتاليه عاليه وباداء واجبات في الملعب طبعا طبقا لما اللي يقوله كيروش مستر كيروش بس يبقى في التزام بتضييق المساحات يعني ما تلعبش طبعا مفتوح قوي مع يبقى عايزين ترزي بقى مش مدرب. لا بجد ايوه صح ما هو ترزي فعلا. طب ما هو المدرب ايه المدرب بيقرا هو ترزي بيقرا الفرقه اللي قدامه ووفقا اولا كيروش لازم يتعامل بواقعيه يعني ما يقولش انا هطبق او هلعب ب 4-3-3 لازم لا مشتقات او لا تعديلات. انت على اساس لعبتك تعرف تلعب ازاي تلعب يعني احنا شفنا النهارده جزر القمر او جزر القمر جزر القمر بتلعب المباراه وهي من غير حارس مرمى يا كابتن اسلام يعني مهاجم حاجه تاريخيه النهارده مهاجم بيلعب حارس مرمى مدافع لا مدافع مدافع, أو مدافع بيلعب حارس مرمى لاعب يعني وكمان اتطرد لهم كابتن الفريق بعد خمس دقائق خمس دقائق شوف الظلم ايوه لا سيبك بقى الظلم ده هو يعني
ما اعرفش. لا انا مش بتكلم بس على حته يعني الظلم، بس كان شويه لازم يبقى في احتواء. ما في برضه، ما انا اللي مش احتواء تصدق اللي جه في بالي قلت هو الحكم ده ما عندوش احتواء ولا رحمه برضه. اه والله على فكره الموضوع بتاع الاحتواء ده اصبح كلمه كتيره دايما بنقولها كشعب مصري. لا حتى المعلق انا سامعه بيقول ايه يعني، يعني روح حرام القانون. حرام يعني روح القانون. طبعا انا شايف انه تطبيق القانون صح، بس انا اللي واخده من هذه المباراه انه فريق عنده كل هذه الظروف الصعبه، يعني هو لو كامل وما عندوش مشاكل ظروفه صعبه هيبقى ظروفه صعبه قدام الكاميرون بلاعيبتها ونجومها المحترفين. مفيش مقارنه بينهم بالظبط. فمع ومع كل هذه الظروف الا ان هم لعبوا مباراه كبيره جدا، وانا بعتقد ان هم كانوا بعشر لعيبه ضاع منهم هدف مؤكد اللي هو الحارس صده برجله ده تعادل، وكان هيبقى كان ده الاولاني بقى، كان الثاني ده اللي هيبقى التعادل. يعني اقصد ان هم خدوا المباراه بجديه ورجوله، وده يرد على الناس اللي بتتكلم على طرق اللعب والحاجات التكتيكيه والتحركات والتحركات وستة وعشرة وثمانية. ده كله على العين والراس في كره القدم، محدش يقدر ينكره. بس انا بقول انه اللي احنا شفناه وشفنا جامبيا كمان يعني فجأة. فوز جامبيا على غينيا مع الفوارق اللي موجوده بينهم لا والكلام اللي قاله مدرب منتخب غينيا منتخب جامبيا اساسا بالظبط على اللي بيحصل. ناخد من ده حاجه مهمه جدا، ان احنا واحنا بنلعب مع كوت ديفوار احنا بنحترمهم جدا، وعلى احترامهم مش ان انا اخاف منهم او ان انا اتغلب منهم، احترامهم ان انا العبهم بطريقه لعب مش مهم اسمها ايه، ولا 4 2 3 1 ولا 3 4 5 2 ولا 4 1 4 3 ولا الكلام ده كله. المهم رجوله الاداء وتقارب لعيبه منتخب مصر الخطوط الثلاثه والتركيز حتى اخر لحظه، هو ده اللي يوصلنا ان احنا ممكن ان شاء الله نعدي هذه المباراة. طرق اللعب يا أستاذ محمود هل بتفرق؟ يعني 6 و 8 اللي أستاذ عصام بيقول عليها وأستاذ جمال بتفرق؟ مش بتفرق بقدر ما بيبقى عندك مدرب عنده فكرة عاوز يعملها في الملعب. ما هو الفكرة بيتم تطبيقها من خلال ما بطريقة طبعا لا يبقى في شغل في عمل في جهد بدليل انك انت ايه بتقول هيعملها. لما عمل الأهلي ثنائية جيلبرتو وفلافيو خدت كام سنة؟ في كل الكرات هدف قليل جدا الكره دي. يعني مثلا انا بقول لك من حاجات لما جه منتخب مصر لعب في 2006 ولعبنا مع كوت ديفوار ما حدش كان قاعدين في الملعب متوقع ان منتخب مصر يكسب 3-1 3-1 لا 2008 فجأة لا ده خليك الاول في الاول في دي في المواجهه دي الاول في المواجهه الثانيه بقى في الفاينل كان الوضع مختلف. مباراه ايه فرصه وضيعت ايه انت كسبان 3-1 4-1 لا ده انا بتكلم على 2006 ده بتكلم على 2006 انا بتكلم على 2006 لا ده ولا كام اللي هي اول مباراه 2008. اول مباراه ده في 2008 كانت 4-2 بس الجيل مختلف هنا طبعا. ما انا مش عاوز اقارن الجيل بتاع الكوره في مصر كان حاجه واللي احنا فيه دلوقتي حاجه تانية. بس الحاجه التانية النهارده انت تونس النهارده اديتك دفعه وروح مختلفه جدا كل الحسابات كل التوقعات كل الكلام والمحللين كلهم كانوا بيقولوا ايه نيجيريا. ليه بقى مش للتقديم لمنتخب تونس؟ منتخب تونس لعب ناقص 9 لعيبه اساسيه اصابات بكورونا حارس المرمى وعد من علي معلول ومن تحت وابدا وسمي زي ما انت عايز لغايه ما توصل لغايه قدام وحارس المرمى يعني ما انا بقول لك من حارس المرمى وعد واطلع لغايه قدام. تونس امبارح مع الاجتهاد والعمل ربنا برضو كافئهم في المباراه صحيح. لان المباراه تعتبرها زي احداث الحياه كده ماشي فرح مديك طرد ريح خفف من عنك ها اديك انت خلاص قفلت عليهم راح لهم فرصتين ما جوش. يعني عاوز اقول لك ايه يوم المباراه انت ما بتعرفش حاله كل منتخب عامله ايه صحيح لانه كل حاجه وايه ولها حسابات والتوفيق وعدم التوفيق. انت من دفعه تونس ل منتخب وليد زي منتخب جامبيا ما كانش حد يتوقع النهارده اخرج المفاجاه في البطوله غينيا الاستوائيه اللي عملت مع الجزائر وعملت كمان مباراه قويه جدا مع كوت ديفوار رغم الخساره. يعني عاوز اقول لك ايه يعني الحسابات هنا بيكون فيها الروح الايجابيه والثبات الانفعالي
من عناصر المنتخب. عندك الخبرات في وجود محمد صلاح، في وجود اللعيبه اللي هم عملوا بطولات دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى الكره الافريقيه والدوري المحلي، اعتقد نمتلك. مش عاوز اروح لجزئيه منتخب كوت ديفوار، احنا اتخضينا لما شفناهم بيلعب مع منتخب الجزائر و3-1. ما هو نفس المنتخب يا جماعه، كان دروجبا واسماء قد كده مرتين ثلاثه، مرتين ثلاثه. فهنا المباراه هيبقى انه كروش، اتمنى مش محتاجه تاليف يعني، انا اتمنى اشوف زيزو اساسي في المباراه دي. ليه؟ الفرقه دي اشرس حاجه فيها الطرفين بتوعها، واجه يمين وشمال، شوف شوف اللعب بتاعهم عامل ايه، التحركات نفسيه في منتهى الخطوره. انت لازم تلعب بزيزو يعني، لازم تلعب بزيزو لازم يعني، خلاص ده مع زيزو يعني مصطفى محمد يعني، عندك فرصه يعني صلاح في اليمين يعني، يعني عايز اقول لك بنفس بلاش تدي حاجات غريبه جدا. وتفاجئنا الوضع ما لم يعد يحتمل، لانه بناء على المباراه دي الناس تفكيرها كمان بدا هيوديك لناحيه السنغال. فاعتقد انه المباراه 50-50 من وجهه نظري، هتحسبها تفاصيل صغيره. الفريق المنتخب اللي هيقدر يستفيد من الفرص اللي هتجيله، المنتخب اللي هيكون اقل اخطاء، المنتخب اللي هيكون لعبته ثابت حتى لو جه فيه جول مبكر، ازاي تعرف ترجع في المباراه دي، من الحاجات من دي بتبين طينه اللعيبه يعني ايه وقوته. الثبات عندهم عامل ايه يعني، ما يتهزش فيجي فيه جول فيجي فيه الثاني، لا ازاي تعرف ترجع. اعتقد دي حاجات من دور الجهاز الفني، دور العناصر الخبره الموجوده. ان شاء الله يعني منتخب مصر يلعب مباراه كبيره، وان شاء الله اتمنى يكون التوفيق حالفنا في مباراه الاربعاء ان شاء الله. تمام استاذ محمد، برضو مباراه مصر ومباراه كوت ديفوار، الكوميكس الحقيقه اللي منتشره في كل انحاء السوشيال ميديا والصفحات، هل بتعتبر ده زي ما الاستاذ محمود والاستاذ جمال اتكلموا في هذا الامر، ان هو شيء سلبي ولا ايجابي، ولا مفيش مشكله ان احنا نسمع كل الحاجات دي، وفي الاخر منتخب ليه جزء لوحده وليه تفكيره لوحده؟ لا طبعا يعني المنتخب ليه جزء وليه تفكيره وليه طريقته، وكلنا هل بيتاثروا يعني اللاعبين بيتاثروا؟ طبعا لازم، لان كل الحاجات بتوصل للعيبه دلوقتي يعني، اي لاعب دلوقتي بيوصل له الرد الفعل، ودلوقتي هي السوشيال ميديا هي اسرع حاجه بتوصل الحاجات، ومن الاكثر وسائل الاعلام دلوقتي تاثيرا يعني، تقريبا يعني ورثت الصحافه اللي كانت مؤثره جدا وكانت دايما بتاثر وكانت بترفع المعنويات وتاثر وتعمل، بقت السوشيال ميديا هي عندنا هي اللي بتاثر وهي اللي بتنقل رد الفعل العام ورد الفعل اللعيبه بيشوفوه، اللعيبه بيتحركوا على اثره، بيكون في رد افعال. يعني يمكن لاحظنا ده مثلا في تصريحات والد محمد النني، ما الحاجات دي وصلت للنن هناك، فتواصل مع ابوه بيقول ما تكلمش، في حاجات من هذا القبيل. المفروض عندنا لعيبه خبرات كبيره جدا، ايا كانت الحاجات دي المفروض ما تاثرش على منتخبنا. احنا المفروض دلوقتي كلنا خلف المنتخب الوطني، ما دام في مهمه موجوده كلنا مع المنتخب الوطني ندعمه بمنتهى القوه، نقف خلفه. احنا منتخب مش قليل، احنا تاريخنا كبير جدا، ودايما بنقول يعني لما لو نسيت نفسك بص على القميص بتاعك هتلاقي فيه 7 نجوم موجودين، 7 القاب، رقم قياسي، رقم تاريخي بيحمله منتخب مصر. احنا انتصرنا على كل الفرق الافريقيه في عز قوتها وعز مجدها، واحنا كنا بلاعيبه محليين، لعيبه ما كانش عندنا محترفين خالص، لعيبه اللي طالعه من الدوري المصري، قدرنا يعني نتفوق على كل كبار وكل عمالقه افريقيا. انا شايف ان منتخب مصر لو لعب بشكل كويس جدا وربنا هدى كروش واختار الشكل المناسب واختار الطريقه المناسبه، اعتقد يعني ودي ما بقول لك دي بحط تحتها خطوط كتيره جدا، اذا هو وفق في اختيار التشكيله المناسبه، وفق في الخطه المناسبه، وفق في التغييرات وتوقيتاتها، اعتقد ان ده هيمنح منتخب مصر ان شاء الله تفوق كبير. الطبيعي ان هم اللي يبقوا خايفين، لان كل الخلفيات بتقول ان هم لما قابلونا خسروا بشكل كبير جدا، وان احنا متفوقين عليهم في 10 مواجهات انت كسبان 7. هم خايفين طبعا، هم خايفين، مش احنا اللي خايفين يا جماعه يعني يعني ال 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 واعتقد ان بعد اللي حصل من تونس ده لازم يخافوا اكتر، لان احنا عندنا لحظات بنقدر نصنع فيها الفارق، عندنا لعيبه، احنا عندنا واحد من افضل 3 لعيبه في العالم، عندنا محمد صلاح يعني ده يرعب اي حد، يرعب اي حد،
ولو مسكوه اثنين ثلاثة هيفضي الدنيا كاملة لأكثر من لاعب تاني يقدر يخش ويتحرك ويلعبه. بقية كام أخويا محمود صبري إن زيزو لازم يكون ليه دور في المباراة، وإن في لعيبة لابد إن يكون ليها دور وليها لمساتها وليها إسهاماتها في المباراة عشان نقدر نحسم المباراة دي. أنا أعتبر إن الماتش ده ماتش السنغال، ما أنا لو خسرت من كنت فار طب أعمل إيه في السنغال في كأس العالم. أنا مهم جدا بالنسبة لي إن دي ربنا إداني تجربة مهمة جدا وفرصة كبيرة جدا إن أنا أكسب المباراة دي وأقدر أتجاوز وأوصل لدور الثمانية، أنا أوصل لسيمي فاينل مستريح بإذن الله وأتخطى كل الفرق اللي قدام. نوصل بس ده الطبيعي بالنسبة لي. أنا من القوى الكلاسيكية الكبرى العظمى في أفريقيا. أنا مش حقي حد. من الواضح إن هو بيتغير يا أستاذ عصام دلوقتي هذا الأمر، يعني القوى الكلاسيكية معروفة، كاميرون مصر او مصر وكاميرون وبقيه الدول كوت ديفوار نيجيريا كوت ديفوار جزائر نيجيريا بس من الواضح غانا خرجت كمان بس لاحظ ان التغير هو بايدي اصحاب التاريخ، يعني ما فيش تغير نتاج ان هم فجاه تاكلوا، لا هم اللي بياكلوا نفسهم، يعني البلوزه في الكوره، يعني لانه اسئله مهمه جدا لازم نجاوب عليها. هو احنا ليه دايما لعبتنا بتتاثر سلبا من السوشيال ميديا؟ ولا مره يتاثروا سلبا ويدونا على وشنا ويعملوا ماتش نقول لهم احنا اسفين يا كباتن؟ يعني ولا مره التاثير يجي في السكه دي، ولا مره نلاقيهم وهم نازلين. مفيش حاجه اسمها يعزلوا الراجل، لكن في كباتن في الملعب. والنهارده جزر القمر البلد اللي اكتشفها رحاله عمانيين والجزيره العظيمه دي، اولادها قرروا ان هم يعلموا العالم كله علم بلادهم، بالاضافه الى ثقافتهم هم كابتن اسلام طبعا. انه اللاعب عارف انه مش هياكل ويشرب ببلاش، انه اللاعب عارف انه في مهمه وطنيه، انه اللاعب عارف انه ده شغله الاساسي، بس مع علم بلدك الحميه بتزيد بزياده، وبالتالي خدوا قرار انهم يلعبوا الماتش تحت اي ضغوط من فكره الكورونا. ثم لما اطرد لاعب، حد فيكم شاف فكرة الظلم في ان التاني يقوم ضارب والتالت يقوم مدي كوع فيطرد واحد كمان فالماتش عصبية؟ لا قرروا فيما بينهم، وده تصوري على قد خبرتي ان هم يلعبوا جيم ويوقفوا بعض بلغة الكورة، زي ما بتلعب 5-5 مع 4 انت حافظهم. ما تقوليش بقى الراجل اللي بره ده صنع الفارق، معلش يعني احترموا النظام احترموا التشكيل ده طبعا ألف باء، لكن هناك فريق قرر انه يمثل شعب ويمثل في نفس الوقت شغله، ويمثل ان هم بيلعبوا في دوري الدرجة الثانية كلهم تقريبا، ما عندهمش حد بره فرنسا، لكنهم خدوا القرار ان انا في فاترينة عرض هفرج الفرقة اللي قصاد اللي بتلعب في كلاس ايه في كرة القدم ان انا موجود وموهوب وراهن عليا يا اللي بتبيع وتشتري عقود لاعبين فيما بعد كاس الامم. لكن فكرة الحضانة اللي احنا بنصنعها لمنتخبنا، واسكت يا جدع والدعم يا جدع ونشيل يفط ونمشي وراهم في الشارع طول النهار، ليه يا عم؟ ليه في ايه؟ انت مش رايح على الجبهة يعني، مش رايح على خط النار يعني، ده انتوا افاضل منكم من نقطع فيهم يعني؟ لا ولا نقطع ببساطة شديدة. هم يحسنوا تمثيل بلدهم، استغلال هذه الوقفة من الجماهير ومن الإعلام، لأن الإعلام المصري إلى حد كبير نقدر نقول إن هو مساند للمنتخب بشكل الحقيقه ما بيحصلش في اي حته في الدنيا بالزبط. ومش عكسه التغطيه، لا عكسه ان يلتزم هو والاخر نجومنا يعني ببعض او اغلب واهم ضوابط كره القدم. عندك تونس، ازاي الراجل بتاعهم قدر يختار الطريقه المناسبه ان انا اوري نيجيريا ان انا عامل حسابها، اقف كويس ما استعجلش ان اجيب جون. بين الشوطين شوط المدربين حصل اكيد كلام ابن عم حديد في الموضوع انه ان الاوان ان احنا نلعب قدر فهمنا وقدراتنا على لعبه، وكانوا بيعملوا اللعبه دي من اول الماتش، بس على الجزيري راح الراجل زائق المره دي المساكني اتمسكن لما اتمكن وشاط شوطه جاب الجون بعدها طبعا موفق لانه البذل يا جماعه يا فندم البذل معناه انك التوفيق لازم يبقى عنده دم ويجيلك في نفس الوقت ان النسور النيجيريه بدا يتسرب لها، ودي ثقافه افريقيه كانت بتخلينا ننتصر على الاجيال اللي حضراتكم اتكلمتوا عنها، اللي هي فكره انا مصر ومتاكد ان قدراتي اعلى وعندي حاجه اسمها التالنت تغلب العضلات، وبالتالي التاني هيبدا يشوفني لا ده خلاص تونس بخ انا هنزل الشوط التاني هكسب. لا تكسب مين يا عم؟ ده انت لقيت تشكيل مختلف
عقلية ذكية جدا، وفرت مع نفسها كلاعبين وجهاز فني فرص الفوز، وغالبا الراجل قال لهم يعني انتم والفوز مفيش حد، مفيش ملحق يعني، مفيش بعديها ايه، هتلعبوا ماتش العودة، العودة هتبقى اللي بر تونس على طول. احنا بقى عندنا ما بين واحد يخرج زعلان، وما بين واحد لازم نقعد نطبطب عليه سنتين قبل الماتش، وما بين الناس كلها لازم يعني تعمل كده زي اليابانيين والناس العظيمة دي بين الشوطين، لاجل النبي يا عم انت وهو ارحمونا. ده كلام اصلا ما ينفعش، ومش كلام احترافي، ومش كلام لعيبة كبار بنثق فيهم وفعلا هم الافضل، لكن انا افضل اتحايل عليك ان انت الافضل وانت مش عايز توريني ان انت الافضل، دي حاجة غريبة جدا الحقيقة. مع ضمانة بقى انه الطاقم المصري الحقيقة لازم يتكلم. حد معين؟ مين؟ يعني حضرتك بتتكلم على لاعب معين ولا بتتكلم بشكل عام؟ لا انا بتكلم بشكل عام، لكن انا هخص بكلامي كابتن التيم محمد صلاح يعني. طبعا، ويلا المفاجأة انه يطلع محمد صلاح. يلا المفاجأة. طبعا المفاجأة في ايه؟ انه الكلام ده مع نجم زي ده لازم يلهب حماس كل زملائه في الملعب، وهو في البداية حتى يدافع عن نفسه في فكرة إقصاء، وكلنا عارفين لماذا أقصى صلاح، لأشياء لا وقت أن نحكي بها ولا تصلح معنا أصلا. هل تعتبر يعني يا أستاذ جمال برضو أن محمد صلاح، بالمناسبة لأن محمد صلاح كلام مهم جدا، محمد أنا بحس بكده، معرفش حضراتكم برضو تحسوا بالكلام ده أحسن مني، محمد انا بحس ان هو مثقل بحاجات كثيره جدا، هو يعني انا لما بشوفه بيلعب في ليفربول بحس ان هو اخف من كده. ايوه بس هو الواقع بيقول ايه؟ إن لازم نتفق. انا بس عايز اقول لكم حاجه بس عشان الجمهور اللي بيحترمنا ده، منتخب مصر مش مصر، مصر لا تنهزم ولا يواكست المصريين، يواكست الكوره لو اتغلبوا اللي هو طبعًا. هي هم يعني اذا لم نفوز وكله باذن الله، عشان ما حدش يقول لك قول ان شاء الله، طبعا ان شاء الله ما حدش يعمل لنا مشكله مع رب العباد في بتوع الكوره دول. الاهم من ده اذا لم نفز الخطا بداخلنا، هؤلاء لا يصلحوا ان هم يبقوا منتخب مصر ببساطه شديده، لان انا اعمل ايه اكتر من ان كل الامكانيات مدعوه. طيب يا راجل في واحد في العالم تقول له انت رايح فين بكره الصبح، يقول لك انا رايح الكاميرون وراجع. لا عشان راح يشجع بقى، دي تحصل في العالم عشان النوادر يا استاذ جمال، عشان نتكلم كلام برضو مهمه جدا، كلام برضو اللي هو الواقعي، ان احنا مش بنقول الكلام ده بعد لا قدر الله ما خرجنا. واقوله ليه بقى؟ انا بقوله انا أيوة كل امل وعشم وعارف قدراته. في انا عايز اخد بس المثال من مش قصه محترفين ولا محليين محترفين او محترفين في الخارج ومحترفين في الداخل. التجربه مع كابتن حسن شحاته في 2006 كانوا كلهم لعيبه محليين، بس يعني هو الراجل كمدرب كان ناجح جدا ومدي فرصه مساحه حركه للعيبه انها تطلع اللي عندها. يعني انا بحس ان يعني كيروش مع كل الاحترام اللي مش هيعمل هيبقى بره، يعني بحس كده انك هتلعب. هو في حد عمل؟ لا يعني ان انت هتلعب، لا ان انت مثلا مفروض ان انت بتلعب راس حربه، لا هلاعبك جناح، واذا ما لعبتش بره تحس ان في حاله من الرعب حتى عند اللاعب ان هو يطلع اللي عنده. ما هو برضه ده ما ينفعش يعني جوه الملعب برضه يا استاذ جمال. معلش محمد تحديدا محمد صلاح، لانه مهم جدا الكلام اللي الاستاذ عصام قاله، وهو محمد محور محمد انا بحس دايما ان هو مثقل يعني. بس انا مش عايز برضه، معلش يا كابتن اسلام، لا قول لي رايك. انا مش عايز ان احنا نختصر، ده وجهه نظري، نختصر المنتخب في محمد صلاح. من الارجنتين يا استاذ جمال بتختصر المنتخب. ما هو عشان كده مثلا يا فندم برشلونه لما كانت مختصره في ميسي انت شفتها ايه اللي حصل؟ لا عشان ما نضيعش وقت، الاداره الفاشله اللي قبل دي فضلت ما بتجددش دم الفريق. انا بس عشان ايه؟ لا انا عايز اكمل منتخبات بتقودها نجوم كبار هم اللي بيقدروا يعملوا. انا ده قصدي، انا عايز بس اكمل الفكره. محمد صلاح دوره ومكانته لا غنى عنها، ومحدش فينا هيقدر يضيف الى المميزات او المكانه اللي فيها محمد صلاح. بس كمان من ضمن الحاجات اللي بتثقل المهمه زي ما حضرتك قلت، انت لسه بتقول ايه؟ بتحس ان محمد صلاح ممكن حضرتك تكون حاسس مثقل باعباء، لان احنا كلنا والناس كلها محملاه هو لوحده المسؤوليه، علما بانه هو مجرد بكل امكانياته. لكن هو ليه مع ليفربول متفوق ومتألق ومنتج؟ لأنه معاه
فريق كامل هو ده اللي بيوصله للابداع اللي احنا بنتفرج عليه. انت بتقول ان انه مش معاه منتخب بالظبط كده. انا بس انت بتقول ان هو مش لعيب. ايوه عشان أيوة الكلام كله بقى. تعال بقى على كلامك ده. طب ما انا بس هكملها واعلق. انا اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان احنا لازم نتعامل مع المنتخب على انه فريق زي اي فريق، نادي متكامل، فريق كامل متكامل. ما ينفعش ان انا اتعامل معاه على انه مثلا ابو تريكه في الاهلي بس مثلا. لا، ما كانش ابو تريكه لوحده. لو ابو تريكه مش معاه فرقه متكامله، نفس الشيء في الاجيال اللي قبل كده. يعني ارجع بقى لورا. انت كده دخلت في سيستم تاني. تمام. الاهلي مثلا يا جماعه انا بتكلم على انه كل واحد من ال11 لعيب اللي موجودين يبقى له دوره، ومؤمن ان دوره ده مهم جدا. يعني هو ده مش موجود يا استاذ محمد؟ لا مش موجود. بص عاوز اقول لك على حاجه. الاستاذ جمال ضرب كذا مثلا. بص محمد صلاح، الناس عندها قناعات من جوه كان نفسها تشوف محمد صلاح هو اللي شايل الفرق. يعني ايه؟ هو اللي شايل المنتخب، هو الشخصيه، هو اللي بيتحرك. يعني هو الحماس عنده مش هو على ما يبدو القطر، يعني على ما يبدو طبيعه الشخصيه صدمت البعض. ما فيش الروح والقوه اللي واقفه. محمد لعيب كبير ما حدش يقدر يختلف عنه، ولا انا ولا اي حد يقدر يقلل. وبرضه ليه دور مع المنتخب. ولما اجي اتكلم عن الماتش اللي فات اقول عمل كام كوره وكم فرصه، برضه اللعيب برضه ما اهدروه. لو جم كان اتقال محمد صلاح هو عمل كام اسيست اكثر من رائع في المباراه اللي فاتت. لكن هو المصريين عاوزين ايه؟ عاوزين حد يكون عنده الروح القويه والانفعال والتفاعل، ووقف ويدخل مع الحكام ويتكلم مع اللعيبه ويشدهم بصوره اكبر. العناصر اللي موجوده عناصر جيده، ما هي دي افضل عناصر الموجوده عندك. المدير الفني ليه فكر غير بقى، يشيل جنب يمين شمال مش شمال، حاجه هو يتحملها هو واللي معاه. لكن انت المساله الجماعيه لما تيجي فريق زي النادي الاهلي، الاهلي بيلعب في الكل، الكل اسم الاهلي، لا يوجد نجم. ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا ما انا صح، انت الجزئيه دي محمد صلاح النجم، لكن يجب ان يكون اقوى من المنتخب. نجوميته اقوى من المنتخب. سكواد يعني باللغه الجديده يعني. هو تيم. ماشي. لا جوه هو نجم التيم. نجم التيم. البعض ربما يبدو ده مش موجود في المنتخب. ما انا بكلمك. لا هو نجم التيم. هو النجم. البعض يا كابتن اسلام من اللعيبه ربما يرى الفرصه والحاجات اللي بتصنع لمحمد صلاح ممكن تصير عند البعض برضو. شايفين المسائل مثلا فيها اوفر، زي مثلا ايه؟ لا كذا لقطه اللي اتحصلوا في تصفيات افريقيا. يعني مثلا المباراه انتهت لما ينزل اثنين بودي جارد ياخدوه ويطلع بيه، برضو احنا ما شفناش مع دروجبا. يعني ما شفناش مع دروجبا، ما شفناش مع صابون ايتو، ما شفناش مع الناس دي. ليه ولا دلوقتي؟ لا لا ليه؟ يعني ما شفناش مع منين؟ يعني في لا التعامل. يعني عايز اقول لك انا كراجل كصحفي، ليه انت عامل حاجز ليه؟ مين يعني؟ محمد صلاح انت عامل حاجز ليه؟ مش متفاعل يعني؟ مش يعني مثلا كنا مثلا في معسكر منتخب كاس العالم في روسيا، لا عامل حاجز ممنوع تقرب. ايوه لما طلب كذا لا ممنوع. بس دي اجراءات. ما تتكلمش، اتكلم مع اي حد ده ممنوع. يعني عايز اقول لك ايه؟ بس انا عاوز اقول لك ايه، الناس عندها قناعات ونفسها انه محمد يكون الاداء بتاعه مع ليفربول مع اداء المنتخب. لا يا جماعه عشان تكون واقعيين، لا المساله المسافه بعيده. لكن يا جماعه ده احنا بقالنا دلوقتي اهو 10 دقائق تقريبا بنتكلم في هذا الامر. ما انا بقول لك اهو 9 او 11 دقيقه منهم من 10 دقائق دول بنتكلم عن محمد صلاح. انا بكلمك هو ما حدش ينكر دوره يا كابتن اسلام. هي الفكره كلها ايه؟ انا عشان كده بقول محمد صلاح ده طلعه من الحسبه بتاعت ان هو المسؤول لوحده. لو 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 تعاملنا طيب مع المنتخب، هو عليه مسؤوليه كبرى. بالظبط. انا عايز اسمع كان يبقى ليه دور. كان مفترض محمد صلاح، والله ما بنكره، مفترض محمد صلاح يكون ليه دور اكبر من كده، وهو اللي يسعى يعمل كده. انا بعتبر محمد صلاح هو الجرار اللي بيجر القطر. ماشي، يجر الفرقه، يشيل الفرقه، يصنع فرق معاك. هو لما صنعش فرق، ما هو لو بقى زي حد زي يعني في ليفربول محمد صلاح لاعب معاه 11 لاعب، لا حتى يكاد يقترب كتير منهم، معاش اللعيبه يكاد يقتربوا منه اللعيبه يعني، او ال 11 لاعب كلهم استادهم قريبه من بعضهم زي ما اقصد يعني. المفترض محمد صلاح لما يجي هنا حتى لو في فوارق بينه وبين اللعيبه اللي في منتخب مصر، ان هو يجر منتخب مصر، ان هو ياخد بايد منتخب مصر، ان هو يصنع الفرق مع منتخب مصر، ان هو ينزل لمستوى منتخب مصر وياخد ويصعد بيه للاعلى. ممكن اقول حاجه في النقطه دي؟ اتفضل. انا بشوف ان محمد صلاح وما اعرفش انا في الكوره فنيا ان محمد صلاح مجرد ان هو ياخد عين اتنين او ثلاثة من اللعيبه من اللاعبين طبعا بيسهل لزمايله، بيسهل للاخرين طبعا. يعني بمعنى ان انا ممكن محمد صلاح هو اللي بقى بناحيه اليمين فكل العيون رايحه عليه، لكن انا ممكن
لو مرموش كويس مثلا او لو رمضان مصطفى محمد او بتاع وحد في نص الملعب عنده الباس بتاعه كويس العب الاثنين دول او العب على الاثنين دول ينجحوني، وبالتالي محمد مش هيبان ان هو كويس ابدا لانه انا بنجح من خلال بس انت جبت له دور ودور مهم لان هو ده الدور بتاعه. أيوة انا بشوف كده في الملعب كفني. احنا شفنا ده في ماتش ليبيا لما مرموش جاب الجون، لكن ده ما هو ده برضه المدرب المفروض يشتغل على ده ويدينا ده، لكن تحس المدرب برضه ما بيشتغلش ده وما بيشتغلش برضه بشكل كويس. بس أوسي خلي بالك انت من فترات كده كنت لما تقول محمد صلاح في السوشيال كل الناس تحذرك انك تجيب سيرته. امبارح انا بقول حاجه يعني انا ما احبش صلاح يبقى ده حتى لو 1% يقول لك يا عم هو عمل لنا ايه، يا عم ده مش عايز يعمل لنا حاجه. انا الان على صلاح من الموقف ده من بني وطنه في الوقت اللي انا عارف فيه انه اشد وطنيه من اي حد الحقيقه، ويعني ويريد ان لكن ما هي فكره انك تقدم في ملعب الكره اوسي صلاح فكره طيبه جدا وبسيطه جدا ان تؤدي، فالناس تلاقيك بتعمل تاكلينج مره، تلاقيك بتتكلم مع زميلك مره، تلاقيك جرار زي ما انت قلت. لا ده انت كابتن التيم كمان في مهمات. أنا لازم ممكن اقول حاجه في النقطه دي برضو، هي معرفه من بعض الموجودين هناك ان محمد بيعمل اجتماعات شبه يوميه مع معظم اللي دي حاجات اخبار معلومات مش ده بعد ماتش السودان. لا من اول اللي انا دوره ككابتن يعني دوره ككابتن بيعمله، وبعدين بيعمل ايه وبيجيب وبيتكلم والبلد والمصر وبنعمل وبنخلي وبنسوي وبتاع. على فكره اي حد فينا اي حد في المجموعه اللي قاعده يقدر عنده 4 أو 5 إن ما كانش أكتر مصادر موجودة هناك يقدر يعرف الكلام ده صح ولا غلط، وأكيد ده بيتم يعني خلاص ككابتن لازم بالظبط كده. فهو ككابتن تيم بيؤدي ما هو عليه دي معلومة بيؤدي، مش معرفش بقى بيؤديه إزاي يعني لكن هو بيقوم يقعد مع اللعيبة وبيجمع اللعيبة كل شوية وبيصلوا وبيقروا قرآن وبيعملوا كل الكلام من شان هيك بقى. عشان كده من شان هيك حلوه دي يا عصام طبعا من شان هيك عشان كده دي لبناني ولا عشان كده انا بقول ان المساله لا يجب ان نختصرها ونحملها لمحمد صلاح. لا ما حصلش على فكره ولا بنجلده ولا بنحاكمه مش بقول الترابيزه امانين انا مش بقول على المائده بتاعتي كمان. هل انا بتكلم على هل حضراتكم شفتوا محمد صلاح مان اوف ذا ماتش في الثلاث ماتشات؟ في ماتش واحد فيهم لا مان اوف ذا ماتش بالنسبه اللي فاز بيه تمام لكن مان اوف ذا ماتش يعني الدنيا اتكسرت لان محمد صلاح وسع للفرقه فنيا بقى وده قدر محترف لما يوصف فني وبالنسبه لي هو اللي طلع احسن لاعب عندك. طيب الشناوي لان انت قول لي طيب نختار لعيبه غير دول ولا نطق لصلاح مهم طريقه اللعب. انا مش شايف اصلا طريقه اللعب اداء. انت بعد ما نيجيريا تقدمت عليك في الدقيقه كام؟ 13 الدقيقه 13 عملت 13. ايه عملت ايه بعدها انا ولا صلاح؟ لا الفريق انا ولا كروش السكواد عمل ايه بعد الجون بتاع نيجيريا؟ ولا شفت تونس ولا عمل حاجه انت بتلعب في نص بس ازاي وتحرك وبعدين انت ممكن جدا ما تهاجمش 500 مره في الماتش بس تهاجم هجمتين او هجمه واحده وتجيب جون وتقعد بالظبط وتريح. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع اتكلم. هل دي خطه اللعب بتاعتي على فكره اللي هو تامن كويس قوي 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 ها وهدف وتريح. المدير الفني جمال الزهيري هيقول لنا بعد الفاصل الخطه دي هتنفع ولا مش هتنفع. طب والله هي دي اللي هتنفع. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن بقيه اللاعبين ودورهم الكبير في ان شاء الله الفوز في المباراه القادمه امام منتخب الايفواري ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 6. اعتقد ان مصر كلها مش اعتقد انا متاكد مصر كلها هتبقى قاعده بتتفرج على هذه المباراه. بعد الفاصل نكمل حوارنا الرائع الحقيقه مع اساتذتنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. هنرجع للمدير الفني القدير جمال الزهيري هيقول لنا بقيه اللاعبين. يعني مرموش الحقيقه خلال 3 مباريات لم يؤدي ما هو مطلوب منه الحقيقه يعني طبعا. وخلينا نكون واضحين في هذا الامر. ولكن هل من الممكن ان احنا نشوف مرموش في المباراه القادمه بشكل او باخر؟ مصطفى محمد نفس الكلام. دي راجعه برضو لفكر كيروش ان هو مركز على اللعيبه المحترفين ومثبتهم ومديهم مناصب في الفرقة. أنا مع كل الاحترام ليهم بس أي لعيب في العالم ممكن يبقى في حالته النهاردة وممكن ما يبقاش في حالته النهاردة طبعا. فوضع طبيعي إن هو يبتدي. أمال أنت عندك القايمة دي فيها لعيبة افرض أنت نزلت عمر مرموش حلو
ومتوسم فيه ان هو هيلعب ماتش كويس، ما اداش زي ما انت عايز. حلوه دي بس عشان تعمل ايه؟ اه ما اداش بتغيره، ما فيهاش، مش عيب يعني لا مؤاخذه تمام يعني. اه والله تمام. لكن استاذ محمود عمر مش كويس مثلا، او اكس بلاش عمر يعني اكس من اللاعبين، اه ايا كان حضرتك، هل مش موفق او مش موفق؟ مش موفق صح، مش موفق بالظبط. هل حضرتك مع التغيير ولا مع ان محمد مثلا، محمد صلاح في احد المؤتمرات الصحفيه مش عارف من مباراتين او من ثلاثه قال ان انا مش عايز يا جماعه، مش انا مش هو يعني، لكن يعني مش ممكن منتخب يبقى كل سنه او كل معسكر بعدد معين مختلف من اللاعبين. فخلينا بقى في ماتش مباراه وبطوله مجمعه، اهم ما كان يميز منتخب مصر هو البطوله المجمعه، واهم ما كان يميز الكابتن حسن حفاظه على القوام الرئيسي اللي قاعد يلعب بيه وقت طويل. زي الفل صح، واضحه المعالم ولا مش واضحه؟ واضحه. هل انت حضرتك مع تغيير فني جوه الملعب في الدور قبل في الدور ال 16؟ يا رب ربنا يسمعها منا ونوصل يا رب. بمعنى هل انت تقدر تغير؟ احنا شايفين او الناس شايفه ان عمر مثلا مش كويس، هل يتغير؟ حضرتك مش شايف ان مصطفى محمد مش كويس، هل يتغير؟ فلان مش شايف ان مثلا يعني انا بقول امثله، مش الشناوي مش كويس اغيره، ولا لازم احافظ على ال 11 وهم دول ال 11 اللي هيجيبوا لي باختلاف واحد او اثنين؟ لا طبعا انا معاك انه يعني ثبات التشكيل من الاشياء المهمه، لكن على مدار ثلاث مباريات وشفت بعض العناصر الموجوده، لم يعني التوفيق غايب عنها دي مدرسة. ادائها انا في مدرسه كده، في مدرسه انا عاوز كده. عندي دلوقتي ايه؟ طب مالك انا كمدير فني ما عندي البدائل؟ يعني مثلا انا جبت رمضان صبحي ما خدتوش معايا الفتره اللي فاتت، جبت طمار مي واشوف تريزيجي والعب ماشي. ما انا تريزيجيه لسه راجع لا تريزيجيه انت ظلمته، انا شايف انه ظلم انه دفع بيه في المباراه الافتتاحيه قدام نيجيريا. يا جماعه ده لسه راجل ما خدش نفسه حتى في الملعب، يعني لسه النفس ما اتظبطش عشان يعرف يجري. ده بانت حتى في المباراه اللي فاتت في الكره اللي طول ده في لقطه واضح انه لسه بدنيا بدنيا. اه ايوه هي اللقطه دي مهمه جدا على فكره، بينت حاجات كتير. طيب انت ثبت عمر كمال في اليمين، ايوه، وعندك حجازي، وجبت جنبه الاكتشاف محمد عمنا لغايه ما يرجع الوش بسلامه الله، وبعد كده ايمن اشرف انا اسميه الجوكر، من هنا يتحط هنا يتحط الراجل بيادي. طب ما تجرب ثنائيه ايمن اشرف قدام رمضان صبح، ما تجرب عندك يعني حضرتك مع التغيير؟ انا مع التغيير طبعا التغيير. لا انا مع التغيير طبعا. المباراه اللي جايه لازم تغير المباراه الجايه النوك اوت، تغير المباراه الجايه. وعلى فكره طيب. انت كده بايه هنا اختلاف الدوافع، هنا اختلاف الناس اللي عاوز برضه تعمل لي اختلاف دوافع. كلام كويس جدا. طيب ايمن اشرف ولا احمد فتوح اللي راجع؟ لا ايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا، لان ايمن اشرف ليه؟ احمد فتوح قعد بقى له ماتشين ما لعبش وكان عنده مشكله، ما كانش بيتدرب يعني فنيا مش جاهز، بدنيا مش جاهز. ايمن اشرف موجود وكان في الماتشات الثلاث ماتشات موجود، فاعتقد ان هو الاجهز وهو الاقدر على ان يلعب. فانت الهدف زي ما قال محمود انك تلعب باللعيبه الجاهزه الاقدر اللي تنفذ فكرك اللي تعمل لك فرق. اللعيبه اللي ما ادتش معايا في دور المجموعات وما ظهرتش بمستوى طيب خلاص خلاص يقعد، يبقى اتنين من المدرسه اهو، من مدرسه واحده. لا يعني نطالب كلش انه ما يصرش على ان المحترف يلعب حتى لو بنص رجل. يعني هو لما لعب تريزيجيه اللي لعب 9 دقايق مع استون فيلا جايبه يلعب منتخب مصر قدام نيجيريا، طبعا ما فيش، واحرجه وخلى شكله مش ظريف وهو مش جاهز وما فاتش منتخب مصر. اوكي تلعب ثلاثة في وسط الملعب ولا هتلعب اثنين وواحد؟ بمعنى عبد الله يلعب ولا ما يلعبش؟ لا عبد الله يعني اذا احتكم الامر يلعب اخر 25 دقيقه 30 دقيقه بالكثير، لو احنا حققنا الهدف نفس المدرسة وقريبين قريبين. ما عدا انا عايز اوصل حاجه، ما عدا فكره انه يلعب في الدفاع، خلاص الدفاع ثابت على كده. ايمن اشرف يمتاز بالقوه، أيوة، اللي مش هيقدر فتوح ابننا الجميل في المباريات الهجوميه، لكنه كمان حتى لو عايزينه يدافع هو ماتشين بره صعب عليه مع فرقه باور. اهم كمان اهم ما يميز او اهم قوه اهم نقاط القوه في فريق الدفار ناحيه اليمين. طبعا كل لعبهم ناحيه اليمين. انا جاي لك عشان كده اهو، انت عندك الله ينور عليك وبيجي وراه واحد من نص الملعب صاروخ راخر، وبالتالي انت عايز تثبت دول نص الملعب. نص الملعب لازم تلعب بالسوليه و ايوه النني، لانه لو قلت لك حمدي فتحي هو هيلعب النني غصب عني برضه، واخد بالك؟ بس لازم احط احمد سيد زيزو تحديدا ما يلعبش بحمدي فتحي.
لا خلاص يعني بقى حمدي والسلية والنني. لا خلاص حمدي فتحي مهمته كده ها هتبقى منقوصة لو لعب. هيفضل يا عيني يجري ورا كل واحد ناقصه حاجه لان لكن زيزو هيقدر لو صلاح دخل جوه جنب مصطفى محمد زي ما الراجل بيحب زيزو يقدر ينطلق في الحته اليمين. طيب وعلينا بقى ايه ان احنا يعني نصبر عليه لما يلعب مرموش لكن مع شوط واحد خلاص باي يعني باي انت مرموش. انت مع بدايه مرموش للمباراه. انا هو مش هيعمل غير كده. ده انا لا طبعا انا مش مع بس عندي مشكله تانية. عندي مشكله تانية اللي قعدوا هو مش عامل زي الكابتن حسن. الكابتن حسن انا عشت معاه ثلاث بطولات. كابتن حسن اولا الاداره كابتن سمير زهر الله يرحمه شغلناه مدير كره في 2006 كان خايف لما نكسبش قلنا له تبقى مدير كره واحمد شاكر هم في دار الحق هم خدوا لبسهم وراحوا على الاوتيل اللي فيه التيم وفي 2008 جه معانا بالاكراه كان يقعد يومين في غانا وكمل كان جاي يومين على ان 8 مش هتبقى زي 6 وقعد وكمل يعني الاداره كمان راكبه على المنتخب اللي هو رئاسه بعثه وكذا بس مش هنتكلم فيها دلوقتي لانه لا لسه جايين يا سيدي يعني ماشي انا بتكلم على اللي كانوا اللي كانوا اللي ما كلموش الراجل في حاجه وكانوا بيعملوا يا استاذ عصام ودي النقطه اللي هتكلم فيها اخيرا يعني ان الاداره السابقه للاتحاد المصري قالت لك ليس كل ما يعرف يقال وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي هتكلم فيها بس الله ينور عليك. المهم بقى ان هو هنا لو جينا نغامر ويمكن يسمع كلامنا اللعيبه اللي بره دي هم ما عملش زي الكابتن حسن اللعيبه اللي بره دي ضربه بوز ومش في دماغها انها تلعب لا دي قصه ثانيه انا بقول ثلاثه طيب. ثلاثه مع التغيير بمعنى ان انا شناوي خلاص اصل بص منتخب مصر هو دلوقتي من الواضح كيف هيلعب منتخب مصر شناوي باك يمين عمر كملعب واحد بتكلم عن مؤخرا يعني ايمن اشرف فتوح والونش او فتوح وكمان انا مع استاذ عصام في انه خط الظهر حجازي وعمنا خط الظهر مش هيلعب فيه مش هيلعب فيه لانه فعلا مأديين بشكل كويس هي الفكره موضوع ثبات التشكيل اللي احنا دايما بننادي بيه لما يبقى التشكيل كويس يعني لما التشكيل بيقدم او بيعمل المطلوب منه احسن حاجه خلاص اثبته انما لو انا ده اي مدرب في العالم بيعمل كده حلو لو انا بدات بتشكيل وطلع فيه عيوب بغير لازم يغيرها يعني لما يبقى ما يبقاش فيه اصرار على انه يلعب ناس كمان زي ما الزملاء اتفقوا انت بتظلم اللعيب لما تصمم ان هو يلعب وهو وحش صح لازم تسحبه انت لازم التركيز. تسحبه وتنزل حد تاني يبقى كمان في منافسه انا بصراحه اتمنى ان انا اشوف ان احنا بنكسب كوت ديفوار بس لاننا بجد بجد هذا الشعب يستحق الشعب طبعا افضل من كده واللعيبه اللي انا فاهمه اللي انا بسمعه من اللعيبه وخلي بالك وحضراتكم طبعا ادرى مني واعرف وتعرفوا الكلام ده احسن مني بس انا عشان بتكلم كتير مع ناس كتير منهم اللي انا سامعه والنبره انا متفائل يا رب ليه لانه اللعيبه عايزه تعمل حاجه وخلي بالك لعيبه مهمه جدا يا كابتن هم اداوا قدود ما ده اللي مزعلنا ان هم اداوا قدود ما تفهمش انا حتى عمال اقول له يعني انت بقيت في الماتش بتبقوا عاملين مالك ايوه يعني الله عليك مالك انا عمال اقول لهم مالك عدم التركيز عدم التركيز لا مش عدم التركيز لا في شيء ما في شيء ما العكس العكس زياده التركيز ده عامل ضغط عليهم يعني طب عارف لما احنا نتكلم ونقول انك انت لازم تاخد رمضان صبحي في الماتش ده ليه انت لازم تضغط على الجبهه اليمين الجبهه اليمين دي لازم تبقى عامل لها لا دي جبهه اليمين بص اخت او أهم لازم لازم ايه لازم تخليه في حد عنده مهاره يعمل الفرق طيب انا بس عشان خلاص اتفضل اكمل دي 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 الجزئيه دي الحاجه الثانيه انه نص الملعب في معركه شرسه في نص الملعب مع اجادتهم الهجمات المرتده والتحرك في العمق لا سرعه جدا سرعه جدا يعني لو اديته مساحه هيعمل معاك مشكله مش هتعرف فانت قدرات الـ يعني الراجل اكيد اتفرج كويس المباراه دي كاشفه لا تحتاج الى تأكيد انا لا بركبها كاشفه كاشفه وكروش بقدراته الفنيه يا رب في المباراه في حاجه بس محتاجينها يعني من الكابتن وائل ان يخلي باله ان الراجل واضح كده وائل في حاجه في حته كده الراجل شكله بينسى ساب محمد شريف وراه 11 دقيقه و30 ثانيه لا يكون الراجل برضو يعني في حاجات بينساها عشان لو قرر انه يغير زي ما قلنا بقى يدي فرص للي هو عايزه طيب. يجي غير ياخدوا بالهم انه ده نسي محمد شريف 11 دقيقه و20 ثانيه بس هو مش هيغير يا كابتن يعني تشوف احنا كلنا مش هيغير هيلعب بنفس الشكل بنفس الطريقه وعبد الله سعيد وهيلعب عبد الله سعيد هتشوف تاكد
انا بالنسبه كبيره ده معلومه جداً. يعني ولا اه معلومه طبعا ان هو هيلعب نفس يعني وهيلعب بمرموش برضه. انا عندي وهيلعب بمرموش برضه. انا عندي اللي ايمن اشرف وفتوح الاثنين هيلعبوا الاثنين واحد قدام واحد وليس كل ما يعرف يقال. طب اقول لك حاجه انا مش هقول لك طب اقول لك حاجه يا كابتن اقول لك حاجه على شويه الخبره. طب دي فكره حلوه, حط ده يدافع في نص الملعب ويعرف يعملها ووراه ابننا ايمن اشرف قافله والله, بس ما لعبش بقى مرموش عملها في التورت العربي بس احمد عكس. سيد زيزو لا عكس عمل احمد عمل فتوح باك ليفت وايمن ايمن اشرف قدامه ايهم يعني قصدي اقول لحضرتك كده مش هيلعب باحمد سيد زيزو خلي بالك مش هيلعب كده على حساب انا بقول لك كده كده شال احمد سيد زيزو لكن هيحط مرموش برضو لا هو مرموش واخدنا هو الاستاذ محمد مش معرفش انت قصدك كده صح مش هغير مرموش طبعا لما مرموش هيبقى موجود في الملعب طب ما تضرب كده اي اتصالات ولا لا طب لو الاول وحش هيغيره ولا لا بلاش أقول يغيره من اول مره احلام لنا تاني يا استاذ محمد اجيب لك عموما طبعا كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني احنا دايما هنفضل في ظهر منتخبنا الوطني طبعا. ليس كل ما يعرف يقال هذه الكلمه او هذه الجمله اصبحت مش عارف اقولها قول يعني انتوا انتوا قولوا لي بقى يعني لان انا الحقيقه مش لاقي كلام اقوله على هذا الامر كل ما تذكر وانا ما بحبش اتكلم ده قبل مباراه منتخبنا ولكن مين هيلعب بكمين يعني بسم الله الرحمن الرحيم اهو انت فقدت علي بنسبه 50% انت فقدت علي معلوم لانه انت هتلعب بوركينا تاريخيا وفنيا هي مش على منتخب تونس انا بتكلم قصدك على كلام كابتن احمد مجاهد تاريخيا الكلام ده كان كلمتين حلوين اعتمادا على ان السماء تتصرف لك خيو ما دام بتتكلم فيها ده خيو انت بتتكلم بجد يا استاذ جمال والله انت بتتكلم بجد ايوه لان ما فيش انا كنادي اهلي اللي عندي 80 90 مليون ولا 70 80 مليون اهلاوي هو مجاهد حط النادي الاهلي في هذا الموقف بسمع كلام عشان يمر مجاهد لا عشان عشان يمر من الازمه يعني الزنقه اللي هو فيها نخش في زنقه ثانيه دلوقتي هو خلاص كده حطك قدام الامر الواقع هو مش موجود هو قال لك انا طب هو فين دلوقتي انا عشان كده انا قلت هنا بالظبط لا انا قلت مع حضرتك هنا انه انت لازم تستعد بدود من غير هذا الاحتمال ايوه وانا قلت هذا الكلام ايوه انا فاهم يا جماعه لان هو ده الواقع حلو جدا انا هستحق قلنا حاجه ثانيه افكرك مين اللي هيتحاسب يا فندم على هذا وليس مين اللي هيتحاسب على الكلام اللي احنا شفناه وسمعناه للاسف يا ريتني انا مثلا ايه حضراتكم يعني اساتذتنا في الاعلام وفي الصحافه عرفتوا خبر سربوا خبر ان ليس كل ما يعرف يقال لا ده يا جماعه ده احنا سمعنا بودان ده على الهواء شفنا بعينينا هذا الكلام مين اللي هيتحاسب على هذا الكلام يعني ولا هيتحاسب للاسف الشديد النادي الاهلي هو اللي الاهلي هو اللي هيحاسب على الفاتوره هو اللي هيتحمل المسؤوليه وهو اللي هيخرج من الازمه بشكل او باخر يا خيو ما دام قلت بالشام يا خيو ده طقحنك الحاجه الثانيه لو الاهلي جه يتكلم دلوقتي حلو هيتقال ايه حضرتك انتوا المنتخب وبتقولوا لنا الاهلي لا ما بنقولش على كده ايوه انا بقول لك بلاش علاقه ما هو كان النادي يا فندم دي اللي كانت متحضره رئيس النادي الاهلي عندما سئل الاولويات هذا الموضوع قال لك يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه موضوع منتهي ايوه مصر اللي كانت متحضره كابتن انا بقول لك ده اللي كان بتحضر يعني. انا قلت لك هنا لما قلت لي طب افلح هينصدق انت ليه بتنسى وقلت لك انا ومحمود صبري اهو موجود لا ما احنا قلت لك ازاي اذا كان هو بيقول لك كده لغايه اللي لا يعرف لا يقال انه هيمشي ما كانش حد عمل انصاف يقال انا عايز اقول لك حاجه بقى يا كابتن مفاجاه في نهايه الحلقه دي يا كابتن مش يعني انت كنت عارف وما قلتش برضه استنى انا ومحمود في نهايه هذا الكلام الجميل انا هقول لك برضه ليس كل ما يعرف يقال حب بقى يا استاذ النبي عشان الكلمه دي خلي بالك كلمه بقى سلامة عيني ما بقاش بلاعه ولا طياره بقول لك يا استاذ عصام انا بستغرب جدا انا نادي عمال اشتري محمود صبري وجمال الزهيري محمد القوسي وعصام شلتوت وبجيب لعيبه من الدوري الانجليزي وبجيب لعيبه من مش عارف منين وبجيب لعيبه منين عشان افقد اللعيبه دي ما تبقاش موجوده معايا ليس كل ما يفقد يقال عادي برضو كل ما يفقد يقال والله انا بجد والله يعني بجد انا مستغرب جدا من هذا هي الرقم. خطا كارثي من الفيفا اللي هو حدد ميعاد كاس العالم للانديه مع اللجنه المنظمه طب عايز مفاجاه انه عايز مفاجاه كاس الامم عايز مفاجاه من ادراك انه لم ترسل مخاطبات من الجبلايه
للفيفا وانا هو موجود للمساءله تمام، بس يطلعوا الايميلات ان الاهلي موافق. من ادراك؟ لا هو كانوا هيسالوا الاهلي. الاهلي مين اللي موافق؟ لا هو الاهلي هيسالوه. طب ما الاهلي موقفه هو الاهلي يا استاذ واضح. هو الفيفا هياخد من الاعلام ولا من تصريحات النادي الاهلي؟ عشان كده حصل شويه اضطراب لما الاهلي بدا صوته يوصل، وبرده قلتها لحضراتكم هنا. بس الموقف الرسمي للنادي الاهلي كان واضح بدليل الاهلي لا يصدر موقفه الرسمي يا استاذ. ما هو ده اللي قلناه. طب ما ده اللي قلته لحضرتك هنا بقى بدا الثاني يقول له انا مش هروح في ده لوحدي، يقول لي الموافقه دي اللي كانت اتبعت. على فكره انا مش بقول عليك، انا بقول حقيقه. انا بتكلم على واقع المهندس خالد مرتجي حضر ورشه عمل موجود. طيب بالتعاون بالتفاوض مع الفيفا. انا الحقيقه يعني انا كنت قاعد جنب الاستاذ خالد مرتجي. طيب يبقى القرار قال ايه بقى الاستاذ خالد مرتجي؟ قال كده بالنص. النادي الاهلي معترض تماما، يعني بيتكلم الراجل يعني بلغه واضحه واضحه، مش مثلا اللي هو ايه. لا لا طبعا طبعا يعني النادي الاهلي يعني لا. طب ما انتوا بتقولوا اللي انا قلته. بقول لك من خمسه شارع الجبلايه كبدايه مشيت القصه ان النادي اللي بتاعنا اللي في مصر ما عندوش مشكله. ورشه العمل، ورشه العمل دي انا هو حاضرها كابتن، حاضرها موجود فيها، فهو بياكد المعلومه في اخر العشر دقائق من ورشه العمل دي. احنا ورشه العمل دي كانت وعين حشر اللي احنا هنزايد عليه اخر 10 ربع ساعه، 10 دقائق ربع ساعه منها كان كلام واضح وصريح كابتن اسلام. وان انتوا ازاي كاتحاد دولي تقبلوا ان يحصل يعني تضارب في المواعيد ما بين كذا وما بين كذا؟ طب لو كابتن اسلام حاجه الصوره واضحه ولا مش واضحه؟ خلاص مصلحه تشيلسي هي رقم واحد بالنسبه له. تشيلسي مش فاضي غير في الوقت المحدد اللي هيجي يلعب معاه مباراه سيمي فاينل والفاينل. طب انا زنبي والبطوله إيه؟ انا بكلم بس ذنبك ايه؟ زنبي ليه بقى حضرتك؟ قدر. انت ما لقيتش معاك لا اتحاد كوره ولا اتحاد افريقي دافع عنك. خلاص الاتحاد الافريقي ده اللي خلى العالم كله بعد ما كانوا وجهه نظرهم كده. انا بكلم الاتحاد الافريقي اهم حاجه عنده ايه؟ عنده بطولته الاساسيه كاس الامم اللي هم هو الاتحاد الافريقي رقم واحد كاس العالم بطولة في الهدف. وما تعرفش هل لو كان الفريق يعني يعني من الغرب افريقيا ولا من الشمال كان الوضع هيبقى ايه؟ يعني عاوز اقول لك انه ايه برضه ان شاء الله برضه الاهلي قادر قادر باذن الله قادر باذن الله. انا ليه ما بقاش قادر بس موقف صعب يعني موقف صعب. طب ليه ما بقاش قادر ونص يا جماعه؟ معلش خلينا نتكلم اخد حقوقي على الاقل اخد حقوقي. انا راجل لو معايا لو ربنا كرم ان شاء الله وان شاء الله ده هيحصل منتخبنا يصل وياخد البطوله دي، انا راجل هبقى فاقد عمرو السوليه وايمن اشرف حمدي فتحي محمد الشناوي واكرم. هو بيتعالج اكرم اللي كان اللي بيتعالج علي معلول بدر بنون يعني ربنا يديهم محمد شريف ادي تسع لاعبين هم دول التسع لاعبين اللي بنتكلم عنهم. تسع لاعبين اساسيين. خلي بالك حضرتك ممكن العب يعني العب من غيرهم هلعب، ما هو ده النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي طبعا. ولكن هو انا لو لعبت بس ليه؟ ما انا هيبقى عندي القماشه اكبر كمدير فني واقدر اخد. بس في حاجه بقى مهمه الناس تعرفها، انه النادي الاهلي نتاج جهده وتعبه، ولان دي كانت من الاسباب بتاع تصدير موافقه الاهلي ما يعرفش عنها حاجه اللي عجلت انه 5 يناير يعني 5 يناير وكان هيتمدى قبلها. المهم انه النادي الاهلي الان ما اعلمه انه عمل ابداع، انه الفيفا الان قد يعلن صراحه الاهلي يستطيع حط اي سكواد، بس هي الفكره انهم مش موجودين. يحط اي سكواد او يسجل لاعب لغايه 3 يناير. ليس كل ما يعرف يقال. ليس كل ما يعرف يقال. لكن هم برضه قلق جدا. معلش يا كابتن استحملنا المره دي. انا ما هعمل ايه؟ ما هو الكلمه دي بتعصبني. انا لما تيجي مننا. انا عايز انهي بقالي 10 دقايق الكلمه دي عصبتني. ايوه. لما تيجي مننا في بعضينا تبقى ارحم. عموما انا بشكركم جدا اساتذتنا الكبار استاذ جمال استاذ محمود استاذ محمد استاذ عصام. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره، وان شاء الله ان شاء الله منتخبنا الوطني كل يوم هندعي المنتخب الوطني هو يفوز في المباراه القادمه ان شاء الله. انا متاكد لو ربنا كرمنا في مباراه كوت ديفوار ان شاء الله منتخبنا يستطيع ان يصل للمباراه النهائيه ويفوز بها باذن الله. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني ان شاء الله، كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله.